بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله Lecture 1، المحاضرة الأولى في Chapter Blood، Chapter الدم. يعني Chapter Blood من Chapters اللذيذة الخفيفة اللي أنتوا already درستوا Blood في الفسيولوجي، فمش هتلاقوا مشاكل فيه خالص في الهيستولوجي، بل بالعكس لو في حاجات متكررة وحاجات أنتوا عارفينها قبل كده. نبدأ بسم الله ونتوكل على الله. الأول definition، إيه هو البلاد يا دكتور؟ لو تفتكر لما درسنا الكونكتيف تيشو قلنا إن وفقا يا دكتور للميتريكس، لطبيعة الميتريكس، لو كان صلب كان بيبقى بون، لو كان ربري أو مطاطي شوية كان بيتحول هذا الكونكتيف تيشو إلى كارتلج، إلى غضروف. وقلنا يا دكتور في عندي بقى الكونكتيف تيشو البروبر الأساسي بتاعي، حلو. قلنا إن في كونكتيف تيشو يا دكتور لو كان الميتريكس بتاعه في حالة سائلة، تحديدا يا دكتور لو الميتريكس كولد بلازما، لو بنسميها بلازما الدم يا دكتور، يبقى النوع ده يا دكتور من الكونكتيف تيشو هو البلاد. عشان كده بيقول لك البلاد هو سبيشال تايب اوف كونكتيف تيشو، هو نوع متخصص من النسيج الضامي يا دكتور، ذات سيركيوليتس، اللي بيلف يا دكتور انسايد بلاد فيسلز، اللي بيعدي داخل الاوعيه الدمويه زي ما انت شايف قدامك كده اهو يا دكتور. البلاد، طب البلاد يا دكتور عباره عن ايه؟ خلايا عبارة عن خلايا أو عناصر كده يا دكتور بتسبح. مين اللي بيمشيها؟ اللي بيمشيها سائل البلازما بتاع الدم. تسمعوا أكيد عن بلازما الدم، حلو يا دكتور. آه، يبقى السائل اللي بتسبح فيه وبتتحرك معاه كرات الدم الحمراء مثلا زي ما قدامك كده، هو سائل بسميه البلازما يا دكتور. طب لأنه يا دكتور قلنا إن هو نوع متخصص من الكونكتيف تيشو، فأكيد في خصائص الكونكتيف تيشو، فعشان كده قالك معمول من سيلز، من خلايا، كرات الدم الحمراء، خلايا الدم البيضاء، الصفائح الدموية، معمول من خلايا، وكمان يا دكتور معمول من اكسترا سيلر فلويد، يعني فلويد سائل موجود بره هذه الخلايا، اللي هو مين؟ اللي هو الميتريكس اللي بتسبح فيه وبتتحرك مع هذه الخلايا، واللي بسميه البلازما أو بلازما الدم. طب الكومبوزيشن بقى يا دكتور، قال لك في بلاد سيلز، خلايا الدم، والخلايا دي بتسبح في سائل اسمه ايه؟ البلازما. طب نسبتهم عامله ازاي؟ قال لك نسبه البلاد سيلز، نسبه خلايا الدم، بتكون 45%، اما نسبه البلازما بتكون 55%. تمام، طب كويس جدا، 55 و45، يبقى حققنا النسبه الكامله وهي 100%. طب يا دكتور البلاد سيلز، خلايا الدم، اللي هي نسبتها 45%، عبارة عن ايه؟ قال لك عبارة عن اريثروسايتس، سايتس يعني خلايا، اريثرو يعني احمر، يبقى اريثروسايتس يعني خلايا الدم الحمراء. في تاني لوكوسايتس، لوكو يعني ابيض وسايتس يعني خلايا، يبقى لوكوسايتس خلايا الدم البيضاء. بليتليتس معناها الصفائح الدموية. طب يا دكتور بقى لو جينا نعمل examination للبلد، نفحص الدم، بنفحصه ازاي يا دكتور؟ قال لك انت كل اللي بتعمله، شايف انت الرسمه اللي قدامك كده، بتاخد شكه كده، نقطه دم يا دكتور، وتحطها على جلاس لايت، على شريحه زجاجيه زي الشرائح الزجاجيه كده اللي شفتوها في المعمل اللي كان عليها العينات لما دخلتوا المعمل. طب يا دكتور لما بننزل نقطه دم كده على هذه الشريحه الزجاجيه، طب كويس جدا، ونفرد نقطه الدم على الشريحه دي بحيث ان احنا نشوفها، نفردها بقى يا دكتور، يعني بص كده اللي هيحصل ده كده، بص كده اهو، احنا كده نزلنا نقطه دم، نبتدي نفردها بقى، نفردها يا دكتور، نفردها على الشريحه الزجاجيه عشان نبتدي افحصها. حلو يا دكتور بقى لما تكون نقطه الدم فردتها بالشكل ده كده على الشريحه الزجاجيه، لما تكون drop of blood، نقطه من الدم، is spread on، يعني فردتها على glass slide، على شريحه زجاجيه كده يا دكتور، وكمان left to dry in air سبتها تنشف في الهواء، بسمي ده ايه؟ بسمي ده blood film، بسميه ايه؟ blood film. طب كويس جدا. طب يا دكتور بقى لو عوزت، لو احتجت يا دكتور اني اعمل staining، اني اسبغ الدم، اكيد هسبغه بستين، هسبغه بصبغه. طب الصبغه دي يا دكتور اسمها ليشمان ستين، اسمها ايه تاني؟ ليشمان ستين، عارف ليش؟ يقول لك ليش عملت كده؟ اه، ليشمان ستين، ليش يا رجل؟ ليشمان ستين، عشان تفتكر. طب ليشمان ستين. طب يا دكتور الصبغه دي مالها بقى يا دكتور؟ قال لك deformed of mixture، معموله من خليط. ايه ده؟ معموله من خليط ازاي؟ قال لك انا ما قلتلكش هنا ان هي نيوترال ستين. يعني ايه نيوترال ستين؟ يعني صبغه متعادله. ويعني ايه يا دكتور متعادله؟ يعني تتكون من الشق الحامضي والشق القاعدي، عشان كده قال لك معموله من formed of mixture، معموله من خليط.
من أسيدك ستين صبغة حامضية وبيزك ستين صبغة قاعدية. واتفقنا قبل كده إن الأسيدك الحمضي أحمر، الأسيدك أحمر، الحمضي أحمر، يبقى دكتور ريد أسيدك ستين صبغة ستين حامضية لونها أحمر، وبيزك ستين صبغة قاعدية. والبيزك بيكون بلو، البيزك بيكون بلو، القاعدية بتكون لونها بلو، بيكون لونها أزرق. طب الحامضية يا دكتور اسمها ايه؟ اسمها ايوسين. والقاعدية اسمها ايه يا دكتور؟ هتقول لي هيماتوكسلين بقى زي ما قلنا قبل كده، هيماتوكسلين اند ايوسين. طب دي كده يبقى اسمها اتش اند اي. لا بقى، هنا في اختلاف، هنا الحامضية ايوسين لكن البيزك القاعدية صبغة تانية اسمها ميثيلين بلو. اسمها ايه يا دكتور؟ ميثيلين بلو. يبقى هنا يا دكتور كده في اختلاف، الصبغة الحامضية زي اللي احنا عارفينها عادي جدا الايوسين، لكن الصبغة القاعدية ليها اسم مختلف بقى، بدل هيماتوكسين استبدلناها بميثيلين بلو. طب يا دكتور، هل انا بصبغ الدم مش ممكن خلايا الدم دي تفرقع؟ حلو، ولو فرقعت انا كده مش هعرف اشوفها. فعشان كده يا دكتور بخليها ديزولفد ان، بدوبها في حاجه اسمها فيكسيتيف. فيكسيتيف يعني حاجه مثبته، حاجه تثبت لي كرات الدم الحمراء كده يا دكتور، وما تخليهاش تفرقع وتطلع اللي جواها، وبالتالي مش هعرف اشوفها. طب الفيكسيتيف او المثبت ده اسمه ايه؟ اسمه ميثايل الكحول. اسمه ايه تاني؟ ميثايل الكحول. يبقى انا يا دكتور عشان اعمل ستيننج استعملت صبغه متعادله اسمها ليشمان ستين، متعادله عشان فيها الشقين الحامضي ايوسين والقاعدي ميثيلين بلو، واحتجت مثبت فيكسيتيف اسمه ميثايل الكحول. طب نبدا بقى يا دكتور نتكلم عن اولى خلايا الدم، خلايا الدم الحمراء الاريثروسايتس. لكن لو عايزين نسميها اسم حقيقي بنقول يا دكتور الاسم العلمي الصح بقى قوي، بنقول RBCs. يعني ايه RBCs؟ ال R اختصار red يعني احمر، ال B اختصار blood يعني الدم، ال C وال S اختصار corpuscles، وكلمة corpuscles يعني كرات، يعني كرات الدم الحمراء. طب دي عبارة عن ايه يا دكتور؟ طب ليه انت قلت corpuscles، قلت كرات وما قلتش cells، ما قلتش خلايا؟ ليه يا دكتور اشمعنى قلت corpuscles كرات وما قلتش cells، ما قلتش خلايا؟ قال لك عشان هي non nucleated، يعني ما عندهاش nucleus، ما عندهاش نواة، ما عندهاش نواة. وطالما حاجة ما عندهاش نواة، الخلية يا دكتور الأساس إنها بتتكون من نواة. طب كرات الدم الحمراء أطلق عليها لفظ corpuscles أو لفظ كرات لأنها لا تحتوي على نواة، وبالتالي ما ينفعش أسميها خلايا، عشان كده لازم أقول عليها كرات. طب كرات الدم الحمراء دي يا دكتور عبارة عن إيه؟ باي كونكيف ديسكس، شكلها بيكون شكل مختلف شوية. يعني إيه يا دكتور باي؟ لفظ باي يعني اتنين، كلمة كونكيف يعني مكعر، ديسكس عشان عاملة زي الديسك كده. طب يعني إيه كونكيف يعني مكعر؟ طب يعني إيه باي كونكيف؟ باي يعني اتنين، درسته في الأبر لينف الأناتومي كلمة باي، بايسبس عضلة البايسبس العضلة اللي عندها، العضلة اللي عندها راسين، عشان باي يعني اتنين. طب كونكيف يعني مكعر، وده هو يا دكتور السطح المكعر، هتلاقيها مكعرة من هنا كده أهو نازله لجوه، شايف كده اللي برسم عليه ده اهو، مقعره من جوه كده يا دكتور، اهي من الناحيه دي وكمان من الناحيه دي، فهي مقعره من على الناحيتين. عكسها السطح التاني اسمه محدب او كونفكس، لكن شايف دي كده كونكيف اهو. حتى قلت لك في السيتولوجي لو تفتكر ازاي تفرق بين كونكيف وكونفكس، قلت لك يا دكتور كيف تفكرك كلمه كونكيف، تفكرك بالكيف، تفكرك بالكهف اللي داخل لجوه، عكسها كونفكس طالع لبره اهو زي ما انت شايف كده. طب الشيب شكلها بيكون عامل ازاي؟ قال لك يا دكتور انا هبص عليها من منظرين، من توب فيو ومن سايد فيو. كلمه فيو يعني منظر او المكان اللي انا ببص عليها منه، هبص عليها من التوب من ناحيه فوق، كاني حاطط الار بي سيز كده يا دكتور على وبص، ببص عليها من فوق من توب فيو، والثانيه من سايد فيو لما ببص عليها من الجنب بقى. لو وطيت راسي كده وبصيت من الجنب بقى يا دكتور كده هشوف ايه؟ قال لك لو بصيت من توب فيو من فوق هشوفها راوندد دائريه مدوره يا دكتور بالشكل ده، لكن لو بصيت من سايد فيو بقى هشوف الشكل اللي احنا قلنا عليه اللي هو باي كونكيف مقعر من الجانبين. في واحد يا دكتور يسالني سؤال، يا دكتور هي ايه اللي خلاها تبقى مقعره من الجانبين بالشكل ده؟ ليه ما كانتش تبقى مستقيمه كده او مستقيمه كده؟ ايه اللي خلاها تدخل لجوه وتضطر ان هي تبقى مقعره من الجانبين؟ اسالك سؤال، اللي انا رسمته قدامك ده مين فيهم اكبر يا دكتور؟ هتقول لي اكيد يا دكتور الحته الباي كونكيف دي كده لما نزلت تحت كده استغلت مساحه اكبر اهو، لان الخط ده المستقيم وصل الخط التاني زي ما انا رسمته قدامك كده، الخط ده اكبر يا دكتور.
يبقى يا دكتور في هذه الحالة كده أنا كده زودت مساحة السطح صح؟ بدل ما كانت كده بقت أطول، بقت زي ما أنت شايف قدامك كده. طب يبقى أنا يا دكتور عشان أزود الـ surface area، عشان أزود مساحة السطح for gas exchange لإكستشينج لتبادل الغاز أو الغازات. يبقى عشان أزود مساحة السطح لتبادل الغازات يا دكتور، بدل ما أخلي السطح كده خليته باي كونكيف عشان ازود مساحه السطح يا دكتور. ليه لتبادل الغازات؟ ان احنا لما نعرف كمان شويه ان شاء الله هنعرف ان الار بي سيز جواها حاجه اسمها الهيموجلوبين او الهيموجلوبين، وفائدتها انها بتعمل عمليه تبادل الغازات. يعني حضرتك لما تتنفس والهواء يدخل لرئتيك، ازاي الهواء بيدخل يا دكتور؟ الاكسجين بيدخل للرئتين، ازاي بيوصل لباقي الجسم؟ اللي بيساعد في كده هو يا دكتور كرات الدم الحمراء. ازاي لما بتطلع بقى ثاني اكسيد الكربون، مين بياخد غاز ثاني اكسيد الكربون من كل خلايا جسمك ويوصلها للرئتين عشان تطلع بره مع هواء الزفير؟ برضو كرات الدم الحمراء. طب يا دكتور كرات الدم الحمراء دي مش ممكن يكون ليها abnormal shapes؟ shapes يعني اشكال، abnormal يعني غير طبيعيه، لان كلمه normal يعني طبيعي، كلمة abnormal يعني غير طبيعي، تمام؟ طب ايه هي الـ abnormal shapes؟ ايه هي الأشكال الغير طبيعية اللي ممكن تاخدها كرات الدم الحمراء؟ يعني يمكن اتكلمت عنها بالتفصيل شوية في الفسيولوجي، وإن شاء الله قدام يا إما في المحاضرة التانية، تمام؟ هنتكلم بالتفصيل بقى عن أنواع منهم ونفهم هي ليه بتاخد الأشكال اللي مش طبيعية دي كده يا دكتور. طب الأول هو ليه بتاخد abnormal shape أو شكل غير أو أشكال غير طبيعية؟ قال لك ده بيكون this is due to changes، ده بيكون نتيجة لحدوث تغيرات either in cell membrane or hemoglobin content. HB اختصار كلمة هيموجلوبين. طب يا دكتور ازاي تغير في cell membrane او تغير في الهيموجلوبين content؟ هتعرف ان cell membrane يا دكتور بيكون فيه حاجة زي cytoskeleton، زي هيكل، ده بيحافظ على ان cell membrane، ان الغشاء بتاع خلية ال RBCs يا دكتور يكون واخد الشكل الباي كونكيف ده. ده لو حصل فيه مشاكل بالتالي الـ RBCs مش هتعرف تحافظ على نفس الشكل اللي كان هي موجودة عليه. طب أو يا دكتور الهيموجلوبين كونتنت، الـ RBCs جواها هنعرف نسبة حوالي بتصل إلى يا دكتور 33، وبعض المراجع بتقول 34%، تمام؟ طب يبقى كده يا دكتور نسبة الهيموجلوبين أو الهيموجلوبين نسبة لا شك إن هي بتمثل حجم من الـ RBCs أو كرات الدم الحمراء. طب فيا دكتور لو حصل تغير إما في السيل ميمبرين وفهمتك إزاي، أو في المحتوى من الهيموجلوبين، ده هينتج عنه abnormal shapes أو أشكال غير طبيعية في الـ RBCs أو في كرات الدم الحمراء. طب قال لك أول شكل ممكن يبقى spherical أو كروي الشكل، هو ده قدامك كده، تبقى spherical كروية الشكل. طب ساعتها أسميها إيه؟ الخلايا الكروية. كلمة خلايا يعني sites، كلمة كروية أو spherical يعني سفيرو، فأقول عليها spherocytes. ممكن تبقى oval in shape، oval يعني بيضاوية الشكل، ممكن تبقى بيضاوية الشكل يا دكتور كده، ساعتها هقول نفس كلمة sites يعني خلايا، ovalo يعني بيضاوية. طب ممكن تكون يا دكتور بقى عاملة شبه المنجل أو عاملة زي الهلال كده يا دكتور، فأقول عليها sickle cell، الخلية المنجلية اللي هو ده شبه للمنجل كده يا دكتور أو شكل الهلال كده. أو كريسنت، كريسنت يعني يا دكتور؟ يعني شكل الهلال، سيكل يعني عاملة زي المنجل كده. طب فسيكل سيل أو كريسنت شيب بتكون واخدة شكل الهلال كده يا دكتور أو شكل المنجل. ممكن في شكل تاني، ممكن تاخد شكل البير شيبد، شكل الكمثرى أو الكمثري، تمام؟ شكل الكمثرى، تمام؟ فأقول عليها إيه؟ سايتس، لكن باي كيلو سايتس، ماشي؟ باي كيلو سايتس تبقى بير شيب واخده شكل الكمثري او الكمثرى. طب دي الاشكال الاربع اشكال الابنورمال الغير طبيعيه اللي ممكن تظهر عليهم الار بي سيز اللي علينا. طب they are more، ايه مشكلتي بقى يا دكتور في الاربع اشكال دول؟ مشكلتهم ان هما more fragile، يعني يا دكتور ايه؟ بتحصل فيهم تغيرات في السيل ميمبرين، تغيرات في غشاء الخليه زي ما قلنا. طب يا دكتور حصل تغيرات في غشاء الخليه، غشاء الخليه ده يا دكتور بيقدر يعدي من النارو كابيلاريز، يعني مثلا يا دكتور عندك ده مثلا اللي قدامك اللي هرسمه ده كده مثلا الشعيرات الدمويه يا دكتور، فشايف دي مثلا شعيرات دمويه ضيقه اهي، اللي قدامك دي كده اللي برسمها دي ضيقه كده يا دكتور، حلو. لو جت الار بي سيز دي اهي دي كده وفكرت تعدي من هنا يا دكتور، هي حجمها اكبر من الشعيرات الدمويه دي، فبتضطر تفعص نفسها كده يا دكتور، تفعص نفسها عشان تعدي من المكان الضيق ده. طب تفعص نفسها ازاي؟ عشان الغشاء بتاعها بيكون حاجه اسمها بلاستيك
او بيكون مرن يا دكتور يقدر يفعص نفسه ويعدي. طب هنا انا عندي تغيرات في غشاء ايه الخليه، فهل هعرف اعدي؟ لا مش هعرف اعدي، فبالتالي اكون مور فراجيل، اكثر عرضه لاني اتكسر، وكمان بالتالي بسمي يعني فراجيل تحديدا يعني هش، تمام، يكون هش اكتر، ومور برون تو يعني اكثر عرضه للهيموليسز. كلمه لايسز يعني تحلل، وهيمو يعني الدم، تحلل الدم. طب لما كرات الدم الحمراء تتكسر ده هيعمل حاجه اسمها فقر الدم او الانيميا. كلمه ايميا يعني دم، انيميا يعني مفيش دم، او بمصطلح ادق فقر الدم او نقص الدم. وهنتكلم عن الانيميا ان شاء الله بشيء من التفصيل كمان شويه، وانتم درستوها بتفصيل اكبر في الفسيولوجي. طب السايز يا دكتور، حجم الار بي سيز، قال لك بيكون الديامتر او القطر بتاعها من 6 ل 9 مايكرومتر، من 6 ل 9 مايكرومتر في الديامتر او في القطر بتاع الار بي سيز. يبقى قطر الار بي سيز اما ان يكون 6 مايكرومتر، تمام، القطر بتاعها، عارفين القطر يعني مثلا هو ده كده القطر يا دكتور، اهو ده القطر بتاع الار بي سيز انها دائريه الشكل، فاكيد ليها قطر. حلو، القطر ده بقى يا دكتور النسبه الطبيعيه بتاعته انه يكون موجود في دمك يا اما 6 مايكرومتر، يا اما سوري ما بين 6 مايكرومتر لحد 9 مايكرومتر، يعني 6 7 8 9 ما فيش مشاكل خالص، ده كده الافريج يا دكتور. طب الافريج بقى يا دكتور لما نتكلم عن الافريج هنعمل ايه يا دكتور؟ هتجمع وتقسم على الاثنين، يعني هجمع 6 زائد 9 يبقى كام؟ يبقى 14، تقسمها على الاثنين عشان تجيب الافريج، تجيب المتوسط اللي هو كام؟ 7.5، لان 14 على 2 فيها 7.5 يا دكتور، يبقى 7.5 مايكرومتر في المتوسط. انت تلاقيها بقى من 6 ل 9 عادي جدا، 6 او 7 او 8 او 9، 6.5 7.5 8.5 اي حاجه زي كده، دي كلها يا دكتور اشكال او القطر الطبيعي للار بي سيز عادي جدا. طب دكتور طبعا عشان افتكر ان الار بي سيز ثلاث حروف صح، ار وبي وسي، دول ثلاثه، زود عليهم ثلاثه كمان يبقوا 6، زود ثلاثه كمان يبقوا 9، يبقى انت كده قدرت تجيب الدايمتر او القطر. طب يا دكتور الثيكنس بقى، السمك بتاعها ده كده القطر، حلو اللي عرفناه من التوب فيو. طب تعالى يا دكتور بقى نشوف الثيكنس، السمك بتاعها من السايد فيو كده هيكون عامل ازاي. طب السكنس سوري الثيكنس او السمك بتاعها يا دكتور هيكون عامل ازاي؟ هتقول لي يا دكتور بيختلف، ما هي يا دكتور لو بصيت انت هنا كده هتلاقيها من هنا سميكه اكتر صح؟ اهي كده، هنا السمك كبير صح على الاطراف لكن او على الايدجز على الحواف، لكن في النص كده السمك بتاعها رفيع، عشان كده هنقول في السمك حاجتين صح؟ هنقول ثيكنس السمك بتاعها at the edge على الاطراف يا دكتور بيكون 2.2 من 10 مايكرومتر صح؟ طب تعالى بص بقى في السنتر كده يا دكتور في المركز، لا هتلاقيه بس 8 من 10 مايكرومتر، لانه في المركز السمك بتاعه قليل لكن في الاطراف السمك بتاعها كبير. طب عشان برضو ما تنساش الكلام ده، افتكر ان كلمه ايدج يعني حافه مكونه من مقطعين اي دي وجي اي صح؟ يعني ايه؟ اول حرفين اي ودي 2 صح؟ ثاني حرفين جي واي 2 حطينا بينهم نقطه، عشان ما تنساش ان الايدج كان كام مايكرومتر. لكن السنتر بقى عارف تفتكرها ازاي؟ بص اول حرفين في كلمه سنتر هما السي والاي صح؟ السي كده يا دكتور اهو والاي قدامك. طب عارف لو عملنا ايه؟ لو جينا بين السي والاي حطينا نقطه، حلو تمام، وجينا قفلنا حرف السي هتلاقيه تحول الى حرف زيرو، وقفلنا حرف الاي كده قدامك هتلاقيه تحول الى حرف 8 او حرف 8. طب كويس جدا جدا، دي تفكرك يا دكتور بالسكنس او السونك بتاعها لو نسيت في الامتحان. طب الابنورمال سايز بقى يا دكتور، ايه هي الاحجام الابنورمال او الغير طبيعيه؟ احنا اتفقنا ان الار بي سيز بطبيعتها من 6 ل 9 مايكرومتر في القطر. طب يا دكتور لو زادت عن التسعه يبقى حجم كبير، وده حجم مش طبيعي لو القطر بتاعها زاد عن التسعه، لو قل عن السته يبقى القطر بتاعها صغير وبالتالي حجمها برضو يا دكتور مش طبيعي. طب يبقى ممكن عندنا حجمين يا دكتور مش طبيعيين، ممكن تكون ماكرو سايتس. الاول اتفقنا ان كلمه سايتس يعني خلايا، ماكرو يعني كبيره، كبيره يعني ايه؟ يعني اكبر من القطر الطبيعي اللي هو 9 مايكرومتر، فممكن تكون مور ذان 9 مايكرومتر، اكتر من 9 مايكرومتر في القطر يا دكتور. طب ماذا بقى عن المايكرو سايتس؟ لا دي مايكرو دي صغيره، يعني القطر بتاعها less than 6 مايكرومتر، اقل من 6 مايكرومتر، فاطلق عليها مايكرو سايتس، الخلايا المايكرو الخلايا الصغيره. يبقى يا دكتور الطبيعي من 6 ل 9، لو اقل من 6 قول عليها مايكرو سايتس، لو اكبر من 9 قول عليها ماكرو سايتس. طب بعدين يا دكتور بقى في حاجه اسمها ديفرنت سايزز او احجام سايزز ديفرنت مختلفه،
يعني ايه احجام مختلفة؟ يعني واحد جه بصيت في الدم بتاعه لقيت شوية خلايا ماكرو كبيرة وشوية خلايا مايكرو صغيرة، فده اقول عليه ايه؟ اقول عليه عنده خلايا ماكرو ولا عنده خلايا مايكرو؟ يا دكتور هو عنده الاثنين، عنده خلايا احجامها كبيرة وخلايا تانية احجامها صغيرة. طب نقول عليه ايه ده؟ نقول عنده خلايا من different sizes، من احجام مختلفة. فاقول عليها ايه يا دكتور؟ عارف يعني لما تكون الاحجام متساوية؟ بقول عليها يا دكتور ايزو سايتوزيس. يعني سايتوزيس يعني السايتو، الخلايا كلها بتكون ايزو، بتكون متماثله في الحجم، عندها نفس الحجم يا دكتور، ده الطبيعي. طب لو حد عنده بقى شويه خلايا شويه كبار وخلايا شويه تانيين صغيرين، ده عنده يا دكتور ايه؟ الخلايا غير متماثله. فلو عايز انفي كلمه ايزو سايتوزيس، انفي كلمه ان الخلايا متماثله، احط قبليها كلمه ان، فتبقى ان ايزو سايتوزيس، يعني انعدام التماثل في الخلايا. طب تعالى بقى نبص عليها بالال ام او باللايت مايكروسكوب، بالمايكروسكوب الضوئي. يا دكتور لو انا جبت البلاد فيلم، ايه هو البلاد فيلم؟ اتفقنا النقطه دي بفردها على الجلاس لايت، ده تعريف البلاد فيلم. طب واسيبها تنشف في الهواء، الار بي سيز هتظهر ايه يا دكتور؟ هل هتظهر عديمه اللون؟ خلي بالك انا قلت لك ان ستيند بلاد فيلم، يعني بلاد فيلم، وفهمنا يعني ايه بلاد فيلم. ان ستيند يعني كلمه ستيند يعني مسبوغ، كلمة unstained يعني ما حطتش صبغة يا دكتور، un يعني ما حطتش لسه صبغة. طب لو البلاد فيلم ده يا دكتور لسه unstained، لسه ما حطتش فيه صبغة، هل ال RBCs كرات الدم الحمراء هتظهر ملونة ولا عديمة اللون؟ لا يا دكتور ال RBCs هتظهر عديمة اللون ولا هتظهر ملونة؟ يا دكتور طبيعي اللي احنا عارفينه ان لو ما صبغتش هتظهر عديمة اللون، لكن هنتفاجئ ان ال RBCs هتظهر colored، هتظهر ملونة. طب ليه يا دكتور الار بي سيز هتظهر كالرد، هتظهر ملونة؟ ديو تو هيموجلوبين، قلت لك ان اتش بي اختصار الهيموجلوبين. طب هو ايه يا دكتور اللي خلى الهيموجلوبين يخلي الار بي سيز ملونة؟ انت لو تفتكر لما درست معايا في السيتولوجي، لما درسنا البيجمنتس او الصبغات، عرفنا ان في بيجمنتس بتكون اندوجينس داخليه داخل الخلايا، وصبغات تانية خارجيه بره الخلايا. كانت البيجمنتس او الصبغات الداخليه الموجوده جوه الخلايا يا دكتور من ضمنها كان الهيموجلوبين. اتفقنا اول حاجه اتكلمنا عنها خالص ان الهيموجلوبين هو عباره عن صبغه موجوده داخل كرات الدم الحمراء وبتديها اللون الاحمر يا دكتور. عشان كده لما تبص على كرات الدم الحمراء كده هتلاقي يا دكتور انها من النص كده بتكون فاتحه، لكن من بره بتكون غامقه، عشان الجزء بره ده فيه هيموجلوبين اكتر فبيديها الصبغه الحمراء اكتر يا دكتور. طب هي الكالرد ملونه عشان احتوائها يا دكتور على الهيموجلوبين. طب لو جربت بقى في بلاد فيلم، وفهمني يعني ايه بلاد فيلم، احط قطره من الدم وافردها على الجلاس سلايد على الشريحه الزجاجيه. طب وجربت اسبغ بصبغه ليشمان ستين، ليشمان ستين اللي اتكلمنا عنها اللي هي الصبغه المتعادله اللي فيها الجزء الحمضي اليوسين والجزء القاعدي الميسيلين بلو. طب هشوف الار بي سيز عامله ازاي، هشوفها راوندد دائريه زي ما قلنا كده قدامك اهو، نون نيوكليتد ما عندهاش نواه، عشان كده قلنا عليها كورباسلز كرات وما قلناش عليها سيلز او خلايا. طب يا دكتور هتظهر اسيدو فاليك، كلمه فاليك يعني محبه، اسيدو يعني الحمض، هتحب الحمض. طب ليه يا دكتور هتحب الحمض؟ قال لك لاحتوائها على الهيموجلوبين. طب وليه الهيموجلوبين هيحب الحمض يا دكتور؟ قال لك الهيموجلوبين، وفي الغالب يا دكتور لما تلاقي كلمه بتنتهي بالمقطع اي ان زي ما انت شايف قدامك كده، دي كلمه هيموجلوبين قدامك اهو، لما تنتهي باي ان معناها ان هي بروتين يا دكتور. حلو، فالهيموجلوبين هو بروتين. طب هل هو بروتين يا دكتور حامضي ولا قاعدي؟ قال لك لا هو بروتين بيزك، بروتين قاعدي يا دكتور. فاذا لانه بروتين قاعدي لما يجي يحب حاجه يحب قاعدي زيه؟ لا عيب، يحب الحمض، يحب الاسيدو، يحب الحمض يا دكتور، فسميه اسيدو فالك. طب يا راوندد مدوره نون نيوكليتد ما عندهاش نواه، اسيدو فالك محبه للحمض، ايه اللي خلاها تحب الحمض؟ عشان الهيموجلوبين هو بيزك بروتين، هو بروتين قاعدي. يا دكتور لكن انا شايف حاجه، شايف السنتر، شايف المركز بتاعها بالبهتان يا دكتور اهو، شايف الاطراف كده مفعمه ومليانه بالصبغه الحامضيه، لكن المركز بتاعها بيل او بهتان يا دكتور، ايه اللي خلى المركز بتاعها يا دكتور يكون بهتان؟ قال لك المركز بتاعها يكون بهتان عشان ما فيهوش يا دكتور هيموجلوبين، او تركيز بمعنى اصح او ادق تركيز الهيموجلوبين فيه قليل. الهيموجلوبين يا دكتور ده مسؤول عن عمليه حمل الغازات وتبادل الغازات، فلما يكون موجود هل الصح يكون موجود جوه الخليه كده ولا يكون موجود بره لازق في غشاء الخليه كده يا دكتور عشان على طول يبدل الغازات، يقوم بعمليه تبادل الغازات؟ لكن لو جوه لسه بقى هيدخل الغاز لجوه الخليه، لا احنا عايزين تبادل الغازات عمليه سريعه يا دكتور، فيبقى الهيموجلوبين موجود لازق كده في غشاء ايه؟ الخليه.
طب عشان يقدر يقوم بعملية تبادل الغازات بسهولة ويسر وسرعة. فعشان كده يا دكتور هتلاقي تركيزه متركز فين؟ على أطراف الخلية جنب الغشاء بتاعها من بره كده، جنب الغشاء بتاعها. لكن في النص يا دكتور بيكون تركيزه أقل. عشان كده يا دكتور الجزء اللي في النص ده، لأن الهيموجلوبين هو اللي بيديلها الصبغة، ولأنه موجود أقل في النص هتكون في النص أفتح. عشان كده قال لك هيكون عندها السنتر، المركز بيكون بيل أو بيكون فاتح. أباوت حوالي تلت الدايمتر بتاع الار بي سيز، حوالي تلت القطر بتاع الار بي سيز يا دكتور كده بالظبط اهو. يعني لو جينا نشوف القطر ده كده يا دكتور اهو، تمام حلو. لو جينا اهو بصينا على القطر ده كده يا دكتور اهو، من هنا لهنا حلو، هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان حوالي التلت يا دكتور بتاع القطر بتاعها بيكون ماله؟ بيكون فاتح، والجزء الثاني المتبقي بيكون ايه يا دكتور؟ بيكون غامق عادي جدا جدا. طب ساعتها اقول عليها ايه يا دكتور؟ اقول عليها ار بي سيز، كرات الدم الحمراء، اللي هي بتحتوي على ايه؟ نورموكروميك. كلمه كروميك يعني الصبغه، والصبغه هنا المقصود بيها مين؟ الهيموجلوبين. وكلمه نورمو يعني الطبيعي، يعني الطبيعي يا دكتور ان انت تلاقي الجزء الفاتح من الار بي سيز، طبيعي تلاقي الجزء الفاتح تلت القطر بتاع الار بي سيز. طب ده الجزء النورمو وده الجزء الطبيعي. النورمو جايه من نورمال، جايه من طبيعي، وكروميك معناها صبغه، ومقصود بالصبغه هو الهيموجلوبين. دي الار بي سيز اللي بتحتوي على الكروم وعلى الكروميك على الصبغه النورمو الطبيعيه، اي الار بي سيز اللي بتحتوي على نسبه الهيموجلوبين الطبيعيه بيكون السنتر او المركز بتاعها تلته بيكون فاتح. طب يا ممكن يا دكتور ار بي سيز ما تكونش طبيعيه؟ ممكن سوري، نسبه الهيموجلوبين ما تكونش طبيعيه. لو نسبه الهيموجلوبين قليله هتلاقي نسبه الحاجه، النسبه الافتح دي بتزيد بتزيد بتزيد، لان الهيموجلوبين قل. فساعتها مش هقول عليها نورموكروميك، هقول عليها هايبوكروميك، اللي انتوا درستوها في الفسيولوجي، هايبوكروميك انيميا الحاجات دي كلها، بس مش علينا، مش مقرره علينا كهيستولوجي. طب هنتكلم بقى عن حاجه اسمها رولو ابيرينس. رولو عشان كلمه فرنسي، كلمه فرنسيه يا دكتور، تمام؟ فبنقول رولو مش رولكس، تمام؟ رولو ابيرينس. ايه هو مظهر الرولو ده يا دكتور؟ قال لك ان في السلو سيركيوليشن، ذيس بروسيس، هذه العمليه او المظهر هو رولو ابيرينس ده يا دكتور، اوكيرز ان، بيحصل فيه السلو سيركيوليشن، يعني الدوره الدمويه لما تكون بطيئه، لما تكون سلو، نوت ان نورمال، مش في الدوره الدمويه الطبيعيه. لو مسار او الدم وهو بيلف يا دكتور، لو كان الدوره الدمويه سلو بطيئه يا دكتور بيعمل ايه؟ ده بيخلي الار بي سيز may adhere to each other، يخلي الار بي سيز تلزق في بعض بالشكل ده. adhere يعني تلزق، to each other لبعضها البعض، resembling يعني كانها تشبه البايلز اوف كوينز يا دكتور. يعني ايه كوينز؟ يعني عملات. بايلز كانها بتشبه يا دكتور كده البايلز اوف كوينز او المظهر اللي قدامك ده. كان زمان خالص العملات بتبقى مثقوبه من النص يا دكتور، كان زمان خالص العمله بالشكل ده وفيها ثقب في النص يا دكتور، كل العملات كانت بالشكل ده كده اهو. ويجيبوا هما بقى يعملوا ايه الناس المسافرين؟ يجيبوا يا دكتور خيط كده ويحطوه في العملات كلها بحيث يمسكوا العملات كلها في بعض، تمام؟ طب حلو جدا جدا. فيا دكتور ايه اللي بيحصل بقى دلوقتي؟ العملات كانت مثقوبه من النص، فالعملات تبقى متجمعه فوق بعض بالشكل ده، زي بالظبط شكل الار بي سي كده يا دكتور، كانها مثقوبه من النص وانا مجمعها بخيط كده. فسمينا ده ايه؟ ده المنظر ده كنا، المنظر ده او الشكل ده كنا بنسميه بايلز اوف كوينز. طب فيا دكتور ايه اللي خلاها تمسك في بعض كده؟ قال لك دي نظريه فيزيائيه، حاجه اسمها السيرفيس تنشن، ات از ديو تو، بسبب السيرفيس تنشن او التوتر السطحي. طب ايه اللي عمل هذا السيرفيس تنشن او هذا التوتر السطحي؟ السبب فيه كوزد باي، سببه ايه يا دكتور؟ ذير باي كونكيف سيرفيس، سببه السيرفيس السطح الباي كونكيف بتاعها اللي شرحناه من شويه. طب مش مهم، مش وقت ندخل في تفاصيل السيرفيس تنشن دلوقتي، مش مهم، احنا مش فيزيكس. طب يا دكتور بقى، هل العمليه دي ان هي تلزق في بعضها بالشكل ده كده ريفرسيبل ولا irreversible؟ كلمه ريفرسيبل يا دكتور يعني لو الدوره الدمويه رجعت لطبيعتها تاني هترجع الار بي سيز تنفصل لبعضها تاني، يعني حاجه بالامكان انها ترجع لطبيعتها تاني، ده معنى كلمه ريفرسيبل. كلمه ريفرسيبل يا دكتور معناها ان لو الشكل ده حصل كده، الرولو ابييرنس ده حصل، حصل في السلو سيركيوليشن في الدوره الدمويه البطيئه، لو الدوره الدمويه رجعت تاني لسرعتها الطبيعيه هترجع تاني الار بي سيز لحالتها الطبيعيه وتنفصل عن بعضها، ده معنى كلمه ريفرسيبل. طب يا دكتور وهي لما تنفصل عن بعضها هتنفصل ويحصل دامج للسيلز، يحصل دمار او مشاكل في الخلايا، ولا يا دكتور with no damage to the cells، من غير ما يحصل اي دمار او اي مشكله في الخلايا؟ قال لك لا، بيحصل من غير اي دمار، من غير اي مشكله في الخلايا. طب هذه يا دكتور بقى، بص بقى بيقول لك بقى تحديدا بقى، these long chains of RBCs، هذه ال RBCs من ال long chains، من السلسله الطويله دي كده يا دكتور، مالها؟ sediment
more easily. يعني ايه سيجمنت يا دكتور؟ كلمة سيجمنت يعني تاخد الشكل ده كده اهو، more easily بشكل اسهل. يعني ايه؟ يعني بشكل اسهل. this is the mechanism for increased، المعالجة دي بسميها erythrocyte sedimentation rate. rate يعني معدل، sedimentation يعني الترسيب، ان هي تترسب فوق بعضها كده. erythrocyte يعني خلايا الدم الحمراء، ان خلايا او كرات الدم الحمراء تترسب يا دكتور، معدل ترسيب كرات الدم الحمراء. طب يا دكتور اسمع كده، ناس يقول لك روح اعمل سرعه ترسيب، اعمل تحليل، اعرف لي سرعه ترسيب، اعمل لي سرعه ترسيب. طب او باختصار ايه يا دكتور؟ اي اس ار، اختصار erythrocyte، الاي اس sedimentation ار ريت. طب الاي اس ار بقى يا دكتور ده ماله؟ which increases، اللي بيزيد، non specifically يعني مش بشكل متخصص، with inflammation مع الالتهاب. يعني يا دكتور مع حدوث الانفلاميشن، مع حدوث الالتهاب بيزيد الـ ESR، بيزيد معدل ترسيب الـ RBCs، ده بيحصل مع الالتهابات. ويا دكتور بقى الموضوع ليه تفاصيل طبية شوية، لو مثلا جالك عيان وانت حابب تشوف، حابب تتابعه، بنستعمله ساعات في الفولو اب، انت حابب تتابع العيان ده، حابب تشوفه شوية فتقول له اعمل لي سرعة ترسيب وحاجات كده كتير، مش مهم التفاصيل دلوقتي. طب استنى يا دكتور، استنتج ان طالما زاد معدل الترسيب ان في انفلاميشن، في التهاب في الجسم. يعني ايه بقى كلمه نون سبيسيفيكالي؟ يعني مش متخصص لنوع معين من الالتهابات، لا، مع الالتهابات بشكل عام على اختلاف انواعها بيزيد الاي اس ار او بيزيد معدل الترسيب. طب لو جيت ابص بالاي ام بقى او بالالكترون مايكروسكوب يا دكتور، انت عارف ان هي ما عندهاش لا نيوكليس ولا اورجانيلز، they have no nucleus or organelles. طب ليه يا دكتور هي ما عندهاش كرات الدم الحمراء، ما عندهاش لا نيوكليس ولا organelles؟ هي كان زمان زمان خالص، هي كرة الدم الحمراء، يعني هنتكلم في الاخر بشيء من التفصيل عن مراحل تكوين كرات الدم الحمراء، هي مرت بمراحل كتير هنعرفه ان شاء الله في الاخر خالص، وبرده كان جزء كبير واتشال من عليك، هنعرفه بحاجه كده هامشيه بسيطه، تمام، مرت بمراحل عشان توصل للحاله النهائيه دي. يعني يا دكتور مكان تصنيعها كان في حاجه اسمها نخاع العظام، تمام، او البون مارو، كانت في نخاع العظام مش بالشكل ده كده، لا، دي قعدت تمر بعده مراحل لحد ما وصلت لهذا الشكل النهائي يا دكتور. طب كانت في الاول خالص عندها نواه، لكن مع مرور هذه المراحل فقدت النواه، وكمان في المرحله الاخيره فقدت بقى، وبعد المراحل فقدت يا دكتور كمان العضيات اللي كانت موجوده جواها. طب هي ليه فضت نفسها؟ لا، من نواه، فضت، شالت النواه، ما عندهاش النواه، وكمان شالت الاورجانيلز عشان تفضي مكان للحاجه المهمه. هي وظيفتها يا دكتور ايه؟ وظيفتها انها تحمل الغازات من والى الرئتين، صح، تديها ثاني اكسيد الكربون عشان تطلعه مع هواء الزفير، تاخد منها الاكسجين عشان توصله لباقي خلايا وانسجه الجسم وهكذا. فهي عايزه اللي تميل بيها الحاجه اللي مناسبه لوظيفتها، هي لا محتاجه نواه ولا محتاجه عضيات. كل اللي محتاجاه ايه يا دكتور؟ كل اللي محتاجاه انها they are filled with hemoglobin، انها مليانه بالهيموجلوبين عشان تقدر تقوم بعمليه تبادل الغازات. الهيموجلوبين ده which appears، اللي بيظهر electron dense، لما ببص عليه بالميكروسكوب الالكتروني بيظهر dense، بيظهر غامق. and homogeneous، عارف يعني ايه homogeneous يا دكتور؟ كلمه homogeneous يعني متماثل. يعني يا دكتور كده اهو، لما ببص على المنظر ده كده اهو، شايف مثلا كده ده اللي قدامك ده يا دكتور؟ اهو اللي قدامك ده كده يا دكتور اهو، بيظهر بالميكروسكوب الالكتروني دنس، تمام، يعني ايه دنس؟ يعني غامق. وبيظهر كمان هوموجينس، يعني ايه هوموجينس؟ يعني متجانس يا دكتور، يعني شايف متجانس كله شبه بعضه. مش بتلاقي بقى، فاكر لما اتكلمنا عن الهوموجينس والهيتروجينس، هوموجينس وهيتروجينس في اللايزوزوم، لما قلت لك متجانس يعني كله حاجه واحده، غير متجانس لما دخل عليه شويه حاجات بقى بياكلها والكلام ده. طب the cell membrane is flexible، السيل ميمبرين غشاء الخليه فليكسبل او مرن، عشان كده لما قلت لك من شويه لو احتاجت تعدي في اوعيه دمويه ضيقه بتعصر نفسها وتعدي، عشان غشاء الخليه في حالته الطبيعيه بيكون فليكسبل، بيكون مرن يا دكتور. طب ايه بقى يا دكتور اللي بيكيبس زير شيب، بيحافظ على شكلها والاستابيليتي، مش بس بيحافظ على الشيب على الشكل، لا، وكمان الاستابيليتي، الثبات بتاع الميمبرين، الثبات بتاع الغشاء بتاعها يا دكتور. ايه اللي بيحافظ على الاثنين دول؟ على الشكل والثبات بتاع الممبرين بتاع الغشاء، اللي بيحافظ على الشكل والثبات بتاع غشاء كرات الدم الحمراء هو هيكل الخلية عادي جدا. مش احنا عارفين مين اللي بيحافظ على شكل الخلية او شكل اي خلية عامة؟ الهيكل بتاع الخلية. طب مين اللي بيحافظ على شكل وثبات كرات الدم الحمراء يا دكتور؟ هو الهيكل بتاعها، اللي هو ايه يا دكتور؟ السيتوسكيلتون. كلمة سكيلتون يعني هيكل، وكلمة سيتو يعني خلية. طب الهيكل بتاع كرات الدم الحمراء بيتكون من ايه؟
فاكرين لما درسنا المايكرو تيبيولز والمايكرو فيلامنتس والانترميديت فيلامنتس؟ فاكرين لما درسنا المايكرو فيلامنتس عرفنا انها تحديدا خيوط ايه؟ خيوط الاكتين. فقال لك فعلا السيتوسكيلتون بقى بتاع الار بي سيز هيكون بيتكون من الاكتين. طب هل الاكتين بس؟ قال لك لا، معاه حاجه ثانيه اسمها السبكترين، ومعلكش فيهم اي تفاصيل خالص، جاست فقط اسماء الاكتين والسبكترين، اكتين سبكترين. طب دول اللي بيحافظوا على شكل وثبات غشاء كرات الدم الحمراء. طب قال لك بقى الار بي سيز زيها زي اي خليه عندها حاجه اسمها جلايكوكاليكس. فاكرين الجلايكوكاليكس اللي اتكلمنا عنه في السيتولوجي يا دكتور؟ قلت لك ان الجلايكوكاليكس ده بيكون موجود على سطح غشاء الخليه من بره، عباره عن طبقه من الكربوهيدرات من السكريات. قلنا انها ممكن تكون عامله زي الريسبتورز. وقتها شرحت لك برضه يا دكتور، قلت لك انها لما بتكون موجوده على الار بي سيز بتحدد لي البلاد جروبس او مجموعات بتاعت الدم. مش في حد يقول لك تفاصيل الدم ايه، تفاصيل الدم بي، تفاصيل الدم اي بي، او تفاصيل الدم او. ايه يا دكتور اللي بيحدد فصيله دمك؟ هل هي A او بي او اي بي او او؟ اللي بيحددها يا دكتور لو انت عندك الجلايكوكيليكس بتاعك بالشكل ده، اقول لك ده انتيجين ايه، بسميه انتيجين. تمام، بسميه انتيجين، بسمي الجلايكوكيليكس على الار بي سيز اسميه انتيجين. حلو، كل شكل ده اسميه انتيجين ايه. طب لو واخد الشكل ده مثلا اسميه بي، فيبقى عندك انت نوع كرات الدم الحمراء عندك من النوع بي. طب ده بستفيد منه في عمليه نقل الدم، ما ينفعش لازم انقل دم لو حد مثلا انقل له دم من نفس الفصيله، عشان كده اقول لك احنا عايزين حد فصيله دم وكذا، عشان ما ينفعش انقل دم من فصيلتين مختلفتين، بتحصل مشاكل اعتقد درستوها في الفسيولوجي. طب وعندك انجين حد تاني بقى لو عنده الاثنين او عليه اي بي. طب حد ما عندوش انتيجنز خالص يا دكتور، اسميه او او زيرو، ما عندوش خالص يا دكتور بقى، ما عندوش خالص اي انتيجن تاني. طب عشان كده بيقول لك ان الجلايكوكاليكس ده بيتضمن انتيجينيك سايتس او اماكن موجود عليها الانتيجين، ودي بتعمل البلاد جروبس او مجموعات الدم اللي هي ممكن تكون عباره عن حاجه اسمها ممكن تكون A او B او AB كمان بس مش كاتبها عندك، او ممكن يكون الO. تمام، اللي هو ما عندوش خالص وفهمتك ليه. طب في حاجه ثانيه اسمها RH فاكتور، اعتقد درسته في الفسيولوجي، ال RH بوزيتيف وال RH نيجاتيف، وعرفتوا ايه الكلام ده بالتفصيل. طب لكن كهيستولوجي مش علينا في اي تفاصيل ولا اي حاجه خالص. طب نكمل بعدين بقى دكتور، بيكلمك عن الـ number of RBCs أو أعداد كرات الدم الحمراء. بالنسبة لعدد الـ RBCs أو عدد كرات الدم الحمراء، الـ average number في المتوسط، يعني لأن العدد بيختلف من شخص لآخر. تمام، مش هنجيب مثلا في شخص معين هيكون 5 مليون والتلاتة 5، فاحنا بنتكلم على الـ average number في المتوسط. يعني لما جبنا كده شفنا شفنا كده في متوسط الناس عامة، الافريج نمبر متوسط عدد الار بي سيز يا دكتور بيكون الطبيعي في المتوسط كام؟ قال لك في الطبيعي بيكون 5 مليون، 5 مليون يا دكتور، 5 مليون كورة دم حمراء. تخيل عدد كبير قوي ازاي؟ طب يا دكتور العدد ده 5 مليون في ايه؟ يعني ما انت لازم دايما في حاجة اسمها وحدة القياس. تمام، وحدة قياس السوائل مثلا. طب قال لك 5 مليون في الملي متر المكعب من الدم، يعني يا دكتور في كل ملي، في كل ملي متر مكعب من الدم، الدم احنا بنتكلم عن حجم، في كل ملي متر مكعب من الدم يا دكتور بلاقي لو عديت في كل متر، في كل ملي متر مكعب عديت يا دكتور عدد الار بي سيز الموجودين في الملي متر المكعب الواحد اليوم 5 مليون. تمام، عشان كده بنقول عندي 5 مليون لكل ملي متر مكعب، لكل كيوبيك ملي متر. طب يا دكتور العدد ده ثابت في الرجاله في الميلز والفيميلز الستات؟ لا، قال لك في النورمال ادلت ميل العدد ده رانجز بيتراوح من 5 ل 5.5 مليون في كل كيوبيك ملي متر في كل ملي متر مكعب من الدم. لكن في الادلت فيميلز، وانا بقول كلمه ادلت معناها البالغين اللي عدوا مرحلة البلوغ يا دكتور، ranges from من 4.5 ل 5 مليون لكل برضو كيوبيك ملي متر من الدم لكل ملي متر مكعب. طب يا دكتور عشان افتكر دايما كده ار بي سيز 5 وخميسة 5، اقول له 5 كده، 5 مليون في الراجل هنزود نص يبقى من 5 ل 5.5، في الست هننقص نص يبقى من 4.5. طب يا دكتور الانحياز ده انتوا منحازين للرجال يعني ولا ايه؟ قال لك لا، الراجل دايما مكلف باعمال اكتر من الفيميل، الراجل تلاقيه هو اللي بيروح بيجي يشيل يحط يعمل كل الحاجات دي، حتى عنده العضلات اكبر واقوى. طب فالراجل محتاج اكسجين اعلى يا دكتور عشان هيقوم بمهام اكثر، يعني المشقه اللي فيها اكتر يا دكتور. طب فتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى مخلي في ستيميولاتوري افكت للميل هرمونز على البون مارو. ايه البون مارو يا دكتور؟ ده نخاع العظام. في
الميل هرمونز هرمونات الذكر ليها ستيميولاتوري افكتس، يعني افكتس تاثيرات ستيميولاتوري محفزه. يبقى دكتور هرمونات الذكر ليها تاثيرات محفزه على نخاع العظام، وقلت لك ان البون مارو، بون يعني عظام، مارو يعني نخاع. دكتور هو مكان تصنيع الدم، وهرمونات الذكر ليها تاثير محفز على هذا البون مارو على نخاع العظام. طب يا دكتور بالنسبه للفيميلز، لا عندها الهرمونات بتاعتها الايستروجين يا دكتور بيهدي نخاع العظام. تمام، ضيف لكده كمان ان الفيميلز عندها حاجه اسمها المينستريشن او البيريود او الدوره الشهريه اللي بتيجي عند الفيميلز كل شهر. طب دي عندها بتفقد فيها كميه برضو من الدم. تمام، طب بس خلي بالك بقى، RBCs count او عدد ال RBCs بيكون هايست، اعلى ما يمكن في النيوبورنز، في الاطفال حديثي الولاده، ده معنى كلمه نيوبورن. طب ايه يا دكتور بيكون عالي فيهم؟ لما نيجي نشوف كده نيوبورن ايه عالي، نسبه ال RBCs فيه عاليه، انه يا دكتور بيحتاج كميه اكسجين عاليه جدا جدا جدا، بيكون داخل بطن امه اصلا عنده حاجه اسمها ريلاتيف هايبوكسيا او فيسيولوجيكال. مش عايزين ندخل في تفاصيل كتيره قوي، اعتقد اتكلمت عنها في الفيسيولوجي، يعني ممكن اللي عايز يعرف التفاصيل دي يبعت لي على الجروب يعني عشان الفيديو ما يطولش قوي. طب ان ديكريز جرادوالي، وبتقل بالتدريج، بتقل بالتدريج يا دكتور. طب نتكلم بقى على ابنورماليتيز اب نمبر. طب يا دكتور هو ممكن يحصل مشاكل في النمبر ده؟ احنا اتفقنا ان العدد الطبيعي يا دكتور مثلا هنتكلم هم 5 مليون. طب قال لك بقى لو زادوا عن 6 مليون يحصل مشاكل، لو قالوا عن 4 مليون يحصل برضو مشاكل. يبقى يا دكتور عندي الابنورماليتيز ان نمبر، كلمه نورماليتيز حاجات طبيعيه، ابنورمال يعني غير طبيعيه، حاجات غير طبيعيه في النمبر في صوره حاجتين، اما يا دكتور ان ديكريز نمبر، النمبر العدد ديكريز يقل، عدد الار بي سيز يقل below 4 مليون لكل كيوبيك مليمتر، اقل من 4 مليون في المليمتر المكعب، او يا دكتور اما تحت عند البوليسايسيميا هتلاقي increased number، زياده عدد ال RBCs فوق ال 6 مليون لكل كيوبيك مليمتر. يبقى اما يا دكتور ان عدد ال RBCs هيقل عن 4 مليون او هيزيد عن 6 مليون. في كده الحالتين في مشكله، لكن الطبيعي انها تكون 5 مليون. طب لو قلت عن 4 مليون يا دكتور اقول عليها انيميا، يعني فقر الدم، اتفقنا ايميا يعني دم. طب لو زادت عن 6 مليون اقول عليها بوليسايسيميا، ايميا يعني دم، سايسي جاي من خليه، بولي يعني عديد، يعني ان قرط الدم الحمراء بقت عديده كترت يا دكتور. طب ايه السبب هنا وايه السبب هنا؟ الانيميا ممكن اقول عليها اسم تاني، طبعا كلمه انيميا تبقى اشمل، مش عايزين ندخل في تفاصيل قوي، لكن يا دكتور ممكن اقول اوليجوسايسيميا، مش تحت قلت بوليسايسيميا؟ حلو، كلمه بولي يعني عديد، عكسها كلمة أوليجو يعني قليل. يبقى إما أقول أوليجو يعني قليل أو بولي يعني عديد يا دكتور. طب يبقى عكس البوليسايسيميا أوليجوسايسيميا، أو ممكن أقول أنيميا. طب مش في فروقات منهم بسيطة خالص، لكن يعني كمستوى دلوقتي مش هتبقى مهمة خالص يعني. طب يا دكتور هل بس في الأنيميا إن يقل عدد الـ RBCs تحت 4 مليون؟ قال لك لأ. هو أصلا إيه فايدة أو الوظيفة بتاعة الـ RBCs؟ يا دكتور دي وظيفتها انها تحمل لي الاكسجين، تحمل لي الغازات وتبادل الغازات والكلام ده. طب مين يا دكتور المسؤول عن حمل الغازات وتبادل الغازات؟ هل ال RBCs كرات الدم الحمراء؟ لا يا دكتور، المسؤول تحديدا فيها هو الهيموجلوبين، الهيموجلوبين الموجود داخل كرات الدم الحمراء. بالتالي يا دكتور لو عندي كره دم حمراء طبيعيه، لو عندي العدد طبيعي، بس خلي بالك نسبه الهيموجلوبين قلت فيه، لو نسبة الهيموجلوبين قلت فيه، يعني مثلا على سبيل المثال بقول فرضا تخيل كده مثال افتراضي، لو مثلا دي هتشيل 6 اكسجين مثلا ار بي سي في حالتها الطبيعية هتشيل 6 اكسجين، طبعا ده تخيلي عشان بس مثال تفهم. طب 6 اكسجين، وانا يا دكتور ار بي سي بقتي عندها الهيموجلوبين بتاعها في الطبيعي بتشيل 6 اكسجين، ماشي حلو، لو الهيموجلوبين قل هتبقى ار بي سي تقدر تشيل كام يا دكتور؟ 3 اكسجين. ليه؟ عشان الهيموجلوبين زي ما اكتب لك كده قل يا دكتور اهو قل. طب بقى كده يا دكتور تخيل بقى معايا، طب لو انا عندي مثلا عدد الار بي سيز كانوا 10 يا دكتور، حلو، و10 كل واحده فيهم بتشيل 6 اكسجين، ماشي؟ طب حلو جدا جدا، يبقى الطبيعي كل الار بي سيز اللي عندي بيشيلوا كام؟ بيشيلوا 60 اكسجين. طب حلو جدا جدا يا دكتور، بقى تخيل لو نسبه الهيموجلوبين ده كده يا دكتور قل، بقت تقدر تشيل بس الار بي سيز الواحده 3 اكسجين، يبقى عندي ال10 ار بي سيز كلهم هيشيلوا كام؟ 10 في 3 هيشيلوا كلهم 30 اكسجين. يبقى ايه يا دكتور؟ ده كان عدد الار بي سيز قل للنص لما كمية الهيموجلوبين قلت، صح؟ يبقى يا دكتور في كلا الحالتين، هيحصل ايه يا دكتور؟ هيحصل
مشكلة هتقل الوظيفة لما يقل عدد الـ RBCs عن 4 مليون، أو لما يقل decrease الهيموجلوبين concentration لما يقل تركيز الهيموجلوبين برضو، كأن الـ RBCs قلت زي ما وضحت لك بالمثال ده. طب يبقى يا دكتور الأنيميا مشكلتين، يا إما يا دكتور إن عدد الـ RBCs قل عن 4 مليون، يا إما يا دكتور إن الهيموجلوبين concentration تركيز الهيموجلوبين قل. تمام حلو. بيقول لك اند اور، يعني ممكن يا دكتور يحصل حاجتين، يقل ار بي سيز ويقل تركيز الهيموجلوبين، يقل العدد ويقل تركيز الهيموجلوبين، او ممكن يحصل بس ان العدد يقل، او ممكن يحصل بس ان تركيز الهيموجلوبين يقل. طب طبعا في الحالتين لو قل العدد بس بتبقى مشكله، لو قل العدد والتركيز بتبقى قلت اكتر، فاهمني؟ فالانيميا او فقر الدم بيبقى على درجات، ناس عندها انيميا حاده، لا مجرد نقص بسيط، نقص كبير، وهكذا. مش وقت الدخول في تفاصيل. طب يا دكتور تايبس اوف انيميا، انواع الانيميا. الانيميا انواع كتير، هنتكلم منهم على ثلاثه. طب النوع الاول اسمه بيرنيشس انيميا. بيرنيشس يعني بيرنيشس انيميا او الانيميا الخبيثه. طب يا دكتور درسته في الفيسيولوجي ان كرات الدم الحمراء محتاجه عده عناصر زي الحديد وزي فيتامين بي 12 او فيتامين ب 12 يا دكتور. نوع بيرنيشس انيميا ده يا دكتور بيحصل فيه ديفيشنسي او نقص او مشكله في فيتامين، نقص يا دكتور ديفيشنسي نقص في فيتامين بي 12، فانيميا النتيجه نتيجه نقص ايه؟ فيتامين بي 12. طب ايه يا دكتور المشكله في كده؟ قال لك يا دكتور تخيل معايا ان دي المعده، الكلام ده انتوا اعتقد درستوه في الفسيولوجي، رسم كروكي سريع كده، تخيل معايا دي المعده. طب حلو جدا، المعده بيكون فيها خلايا اسمها بارايتال سيلز، درستوها في الفسيولوجي. حلو يا دكتور، فيتامين بي 12 هو نازل كده، المعده فيها حمض ال HCl، صح؟ فيها الحمض ال HCl ده يا دكتور كده. حلو، الحمض ده ممكن ايه؟ يبوظ لك، يهضم لك فيتامين بي 12، فانا عايز احافظ على فيتامين بي 12 لحد ما يتم امتصاصه يا دكتور في الامعاء زي ما انتم عارفين من الايليوم والكلام ده كله. طب لكن يا دكتور بقى ايه اللي يحصل؟ هيجي يطلع من الخلايا البايتال سيلز بتاعت المعده كده، يطلع منها حاجه اسمها انترنسيك فاكتور، يطلع منها ايه؟ حاجه اسمها الانترنسيك فاكتور او العامل الداخلي. العامل ده يروح ماسك في فيتامين بي 12 ويحميه يا دكتور من حامضيه المعده، ويحميه كمان من افرازات الامعاء لحد ما يوصله لمكان الامتصاص بتاعه في الترف الايليوم تحديدا في نهايه الامعاء الدقيقه. ده باختصار الكلام اللي انا بشرحه ده في السيولوجي، ملوش علاقه بالهيستولوجي. طب حلو جدا يا دكتور، لو حد بقى حصل له مشكله في البرايتال سيلز دي يا دكتور اللي بتطلع الانترنسيك فاكتور اللي قدامك ده كده، خلاص مش هتعرف تطلع انترنسيك فاكتور. او يا دكتور لو حد ايه عمل جاستريكتومي، شال المعده كلها او شال جزء من المعده، هتقل كميه الانترنسيك فاكتور. طب او مش هيطلع خالص انترنسيك فاكتور لان المعده اتشالت. ففي كده الحالتين يا دكتور هيحصل مشاكل، فيلد فشل في انتاج الانترنسيك فاكتور العامل الداخلي بواسطه المعده تحديدا الخلايا اللي اسمها البارايتال سيلز، وهينتج عندها يا دكتور انيميا بسميها البرنيشس انيميا او الانيميا الخبيثه. تيجي يا دكتور حصل ديفيشنسي، نقص في فيتامين بي 12. طب وانتوا عارفين فيتامين بي 12 اصلا الليفر كبد مين اللي بشكل اساسي بيخزن يا دكتور 1000، يعني 1000 الكميه حرفيا تكفيك ل 1000 يوم، يعني انت محتاج تقعد ما تاكلش فيتامين بي 12 لثلاث او اربع سنين عشان يظهر عليك اعراض نقص فيتامين بي 12. عشان كده نادر جدا حد يعاني من مشكله نقص فيتامين بي 12 نتيجه مشكله في الاكل، الغالب بيبقى مشكله في الانترنسيك فاكتور زي ما شرحت لك دلوقتي. والكلام ده عشان تفهم بس، هو قال لك نتيجه الفشل في الانترنسيك فاكتور، انت اصلا ايه هو الانترنسيك فاكتور؟ تمام، ممكن حد خده في الفسيولوجي بس ناسي ففكرتك. طب سيكل سيل انيميا، دي بقى الانيميا المنجليه يا دكتور، بتظهر شكل ار بي سيز كده لما فكرتك اهو، عامله زي السيكل، عامله زي ايه يا دكتور؟ زي المنجل او زي الكريسنت شيبت كده يا دكتور، سيكل ار بي سيز او كريسنت شيبت، واخده شكل الهلال. تمام. طب ايه المشكله يا دكتور؟ قال لك مشكلتها ان الهيموجلوبين يا دكتور بيبقى نوعه غريب، تحديدا حاجه اسمها هيموجلوبين اس، يعني لو انت عايز تعرف. تمام، الهيموجلوبين اس ده بيبقى ابنورمال تايب اوف هيموجلوبين، نوع من الهيموجلوبين ابنورمال، نوع مش طبيعي، بيبقى ريجيد كمان صلب يا دكتور، نوع مش طبيعي. طب بيعمل ايه الهيموجلوبين ده؟ قال لك ده بيأكيوميليتس، بيتراكم ات وان سايد اوف ذا سيل، بيتراكم في حته واحده من السيل زي ما انت شايف كده اهو، ساب الخليه كلها وراح تراكم في الجزء ده كده يا دكتور. فلما تراكم في الجزء ده كده يا دكتور ادى للخليه، عمل ايه؟ جيفنج ادى للسيل كريسنت شيب، ادها شكل الكريسنت، شكل الهلال، وبكده خلاها حاجه اسمها سيكل سيل انيميا. طب يا دكتور ليه هتقول، ليه بتقول انيميا؟ نتيجه ان الخليه، يعني ان الخليه بقى شكلها سيكل شيب، بقى شكلها منجل، ايه اللي يخلي الخليه بالشكل ده كده يا دكتور؟ بقى فيها مشكله. قال لك في مشاكل كتير، اول حاجه انت كده لعبت في شكل السيل ممبرين، والسيل ممبرين كده مش هيعرف يبقى فليكسبل، يبقى مرن، وبالتالي كرات الدم الحمراء هتتكسر. تاني حاجه، في خلايا يا دكتور بتاكل كرات الدم الحمراء اللي عجزت، مش انتوا عارفين ان كرات الدم الحمراء بتعيش لمده 120 يوم؟ طب
بعد كده بتعجز. طب ايه اللي بيخليها بعد 120 يوم دول يا دكتور ما بتعيش تاني؟ قال لك بتعجز وتيجي بقى وظائفها تقل ومشاكل يحصل فيها ومشاكل في السيل ميمبرين وكل ده، فتشوفها الخلايا الاكوله الماكروفيجز. فايه ده؟ انت مش الار بي سيز الطبيعيه اللي انا عارفك، فتروح واكلها. نفس الكلام هتشوف خلايا سيكل سيل كده، خلايا شكلها منجليه، شكلها مش مظبوط، تروح واكلاها برده يا دكتور. تمام؟ فده يسبب عنده ايه؟ فقر في الدم، انيميا. طب في بقى انيميا تاني اسمها ابلاستيك انيميا. دي يا دكتور بقى بتبقى ضربت المصنع نفسه اللي بيصنع لنا الار بي سيز، اللي بيصنع لنا كرات الدم الحمراء، وهو البون مارو نخاع العظام. بيحصل ديستراكشن، تدمير في البون مارو في نخاع العظام يا دكتور. يا دكتور لو دمرت المصنع نفسه، لو دمرت نخاع العظام نفسه المسؤول عن انتاج كرات الدم الحمراء، هينتج عندي يا دكتور حاجه في النهايه اسمها decreased count، هيقل عدد all blood cells، كل خلايا الدم هيقل عددها يا دكتور. طب ليه هيقل عدد خلايا الدم كلها؟ لانك دمرت المصنع المصنع لخلايا الدم. بسمي ده حاجه اسمها بان سايتوبينيا. طب تعال نفصصها، كلمه يا دكتور بينيا يعني نقص، كلمه بينيا يعني نقص، وانا بقول لك اهو decreased count، هيقل عدد. هيقل عدد يا دكتور all، كل كلمه all او كل معناها بان، يبقى كلمه بان يعني all او كل. طب سايتو يعني البلاد سيلز يعني خلايا، فاقصد بيها خلايا مين؟ الدم. فبان سايتوبينيا يعني بينيا هينقص، بان كل السايتو عدد كل الخلايا يا دكتور. طب ايه يا دكتور اللي ممكن يعمل الابلاستيك انيميا، اللي ممكن يدمر البون مارو نخاع العظام وبالتالي يا دكتور يقلل عدد كل كرات الدم الحمراء؟ اللي ممكن يعمل كده يا دكتور حاجتين. اول حاجه الكيموثيرابي او العلاج الكيماوي، تسمعوا عن الناس اللي عندها السرطان، ربنا يعافي الجميع، قولوا امين. حلو، الناس اللي عندهم السرطان دول يا دكتور ايه مشكلتهم؟ ان الخلايا عندهم بتتجنن وتتكاثر بسرعه، تتكاثر بسرعه. فالعلاج الكيماوي او الكيموثيرابي يا دكتور ده بيعمل ايه؟ ده بيوقف تكاثر الخلايا، وبالتالي بيستخدم في علاج بعض انواع السرطانات. تمام. طب يا دكتور لان في انواع علاجات تانية زي حاجات تانية يعني مش عليكم مش مهمه قوي. طب يا دكتور، يا دكتور دلوقتي ده بيوقف بس تكاثر خلايا السرطانات ولا بيوقف تكاثر كل خلايا الجسم؟ لا، كل خلايا الجسم. فتلاقي المريض السرطان اللي بيتعالج بالعلاج الكيماوي شعره بيقع ومشاكل، مشاكل كتير، بس ما قدمناش حل تاني. طب الكيموثيرابي او العلاج الكيماوي ده بيوقف تكاثر كل الخلايا، من ضمنها خلايا مين؟ خلايا البون مارو، خلايا نخاع العظام، وبالتالي يا دكتور مش هتنتج كرات دم حمراء، هيقل عدد انتاجها لكرات الدم الحمراء، فيبقى عند الناس دي انيميا، فقر دم بسبب كده يا دكتور. طب هل كده بس؟ لا، ممكن حد تعرض الى اور او الراديشن، الاشعاع، حد تعرض لاشعاع، الاشعاع ده اثر على البول مارو، اثر على نخاع العظام برضو. طب يا دكتور تعالى بقى نتكلم عن النوع الثاني وهو البولي ثايسيميا. كلمه بولي يعني كثره، كثره، ثايسيميا يعني كرات الدم زي ما اتفقنا. طب يا دكتور increase number، ما كلمة بولي يعني زيادة عدد، ايم يعني دم، زيادة عدد الار بي سي زي ما اتفقنا فوق ال 6 مليون لكل كيوبيك مليمتر. طب ايه يا دكتور السبب اللي يخلي كرات الدم الحمراء عددها يزيد يا دكتور؟ قال لك السبب في ده هايبوكسيا، كلمة هايبو يعني نقص، كلمة اوكسيا يعني اكسجين، فكلمة هايبوكسيا نتيجة نقص الاكسجين. فيا دكتور نقص الاكسجين ده يعمل ايه؟ دكتور ده وظيفة كرات الدم الحمراء، تحديدا وظيفة الهيموجلوبين الموجود داخل كرات الدم الحمراء، هو نقل الأكسجين يا دكتور، ياخده من اللنج، من الهواء، من الرئتين، ويوصله لجميع أنسجة الجسم. طب يا دكتور بقى لما نلاقي إن أنسجة الجسم ما بيوصلهاش أكسجين بكمية كافية، نستنتج من ده إيه؟ نستنتج من ده إن إحنا محتاجين نزود، لأن أنا مش هقدر أتحكم، يعني هنحتاجين من ده يا دكتور نزود عدد كرات الدم الحمراء، لان مثلا عندي كل كره دم حمراء بتنقل لي يا دكتور مثلا فرضا افتراضا 5 اكسجين، فانا لقيت اني محتاج ازود الاكسجين اللي بيجي لي، فبالتالي يا دكتور هزود عدد كرات الدم الحمراء عشان تزود لي عدد الاكسجين اللي جاي لي. طب حلو جدا جدا. فلما لقينا هايبوكسيا يا دكتور، الهايبوكسيا دي تعمل ايه؟ تعمل ستيميوليت، تحفز البون مارو نخاع العظام، تحفزه عشان يعمل ايه؟ عشان يبروديوس، ينتج مور ار بي سيز، ينتج كرات دم حمراء اكتر، لان الاكسجين اللي واصل للخلايا قليل، فمحتاج ازود كرات الدم الحمراء عشان تنقل لي اكسجين اكتر. طب ده يا دكتور ممكن يبقى ات مي بي
فيسيولوجيكال او باثولوجيكال. عارف فيسيولوجيكال؟ انت بتدرسوا علم الفسيولوجي، وظائف الاعضاء اللي بشكل نورمال، بشكل طبيعي، ازاي الاعضاء بتأدي وظيفتها بشكل طبيعي بشكل نورمال يا دكتور. فيسيولوجيكال معناها اداء الاعضاء لوظيفتها بشكل طبيعي بشكل نورمال. باثولوجيكال بقى ان شاء الله قدام هتدرسوا علم اسمه علم الباثولوجي او علم الامراض. فباثولوجيكال يعني حاجه بتحصل بشكل مرضي يا دكتور. طب ازاي فيسيولوجيكال ازاي باثولوجيكال؟ هنتكلم على اي جي. كلمه اي جي معناها على سبيل المثال، اي دوت اي نقطه جي معناها اقول لك على سبيل المثال. امثله من حاجات فيسيولوجيكال بشكل طبيعي زي ايه يا دكتور؟ زي الهاي التيتيودز. كلمه هاي التيتيود معناها الناس اللي عايشه في المرتفعات. دايما كده لو تعرف ناس عايشه في مرتفعات، عايشه في اماكن مرتفعه عن مستوى سطح البحر، وهم بيض شويه وبشرتهم لونها ابيضه، تلاقي وشهم محمر كده. ايه اللي خلى وشهم محمر؟ عشان عندهم بوليسايثيميا، على عندهم معرض كرات الدم الحمراء اكتر من اللي عندك، وكرات الدم الحمراء لونها احمر، فتخلي وشك ريدش محمر كده. يقول لك احمر جوه من الغضب، الغضب وتعصب والضغط ارتفع، فتلاقي وشه احمر نتيجه ايه؟ الدم زاد. طب ضغط دم مرتفع يعني. طب فالناس اللي عايشه في مرتفع في المرتفعات يا دكتور تلاقي وشهم احمر كده عشان عندهم بوليسايثيميا. طب ايه يا دكتور اللي بيخلي عندهم بوليسايثيميا؟ ان يا دكتور كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر، مش مستوى سطح الارض، مستوى سطح البحر تحديدا، كل ما بنرتفع عنه عدد معين بيقل الاكسجين يا دكتور، بيقل ضغط الاكسجين تحديدا، البريشر اوف اكسجين. مش هحتاج ندخل في الكلام ده كله، لكن يا دكتور بيقل الاكسجين باختصار كل ما بنرتفع عن مستوى سطح البحر. بالتالي يا دكتور انت كده عندك هايبوكسيا، فاللي يحصل نستحفز البول مارو عشان ينتج كرات دم حمراء اكتر. مش بس كده يا دكتور، الماسكولار اكسرسايز اللي بيروح الجيم، اللي بيمارسوا رياضه ايا كانت، ده بيحتاج نسبه اكسجين اعلى من الشخص الطبيعي. ده حتى تلاقيه يا دكتور ما بين كل ست وما بين كل عده والتانيه بيدخل اكسجين اكتر. ده شخص محتاج اكسجين اكتر يا دكتور، لان الوظائف اللي بيكون بيها اكتر. صح، حلو جدا. فربنا سبحانه وتعالى يخلي الشخص ده يكون عنده كرات دم حمراء اكتر من الطبيعي. واحد كسلان في بيته وقاعد ما بيمارسش رياضه، ما بيعملش اي حاجه، ما بيتحركش، هل ده محتاج كرات الدم الحمراء تزيد عنده؟ لا. لكن يا دكتور حب يمارس رياضه، بيبذل مجهود، لا ده محتاج بقى نزود له كرات الدم الحمراء عشان هو محتاج زياده في الاكسجين. عشان كده زي ما قلت لك الميلز ربنا سبحانه وتعالى خالقهم عندهم ايه يا دكتور؟ على الهرمونات بتاعتهم بتحفزهم لانتاج هرمونز اكتر، لان المنوط او المفروض بالراجل ان هو اللي بيروح يسعى ويشتغل وي 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 والكلام ده كله. حلو، فهو المفروض ان هو بيبذل مجهود اكبر، هو اللي عنده المصل ماس، الكتله العضليه اكبر. حلو، فهو اللي مكلف بانه يشتغل ويتعب وكده، فتلاقي ربنا خالق له ايه؟ كرات الدم الحمراء عنده اكتر. طب مش بس كده، كمان في النيو بورنز، نيو بورن مش معناها مولود جديد، معناها حديثي الولاده، فبيكون محتاج نسبه اكسجين اكتر برضو يا دكتور. طب باثولوجيكال بشكل مرضي، ممكن حد عنده مرض، المرض ده هو بقى يا دكتور اللي عامل له هايبوكسيا، هو اللي عامل له نقص في الاكسجين يا دكتور. عشان كده قال لك باثولوجيكال، قال لك ايه؟ ديزيزز، امراض. زي ايه يا دكتور؟ زي حد عنده هارت ديزيزز، امراض في القلب. لو حد عنده مرض في القلب، القلب بالتالي يا دكتور هو بيضخ الاكسجين، القلب سوري القلب هو بيضخ الدم، والدم بيحمل الاكسجين. حلو حلو، فالقلب هو بيضخ الاكسجين. هل القلب لو عنده ديزيزز، عنده في امراض في القلب او مرض ما في القلب، هل هيقدر يضخ يا دكتور الدم بكميه كافيه، بكميه كويسه؟ لا، هيضخ الدم بس مش قادر يضخ الدم. فبالتالي الدم اللي هيوصل للانسجه هل هيوصل بكميه كافيه؟ لا. بالتالي يا دكتور الاكسجين المحمول هل هيتم توصيله بكميه كافيه؟ لا. فيا دكتور لو القلب فيه مشاكل مش هيقدر يضخ الدم بشكل كافي، بالتالي مش هيوصل اكسجين للانسجه بشكل كافي، بالتالي وصلنا لايه؟ لهايبوكسيا، وهايبوكسيا تحفز البون مارو عشان يزود كرات الدم الحمراء. مش بس كده، اللنج، لو حضرتك حد عنده ربنا يعافي الجميع مشاكل في الرئه، بالتالي هل هيقدر ياخد هواء الشهيق بشكل كافي يا دكتور؟ لا. لو عنده لانج ديزيز، لا مش هيقدر ياخد الهواء بشكل كافي يا دكتور. فبالتالي الهواء اللي هيوصل للرئتين هيكون قليل، بالتالي الهواء اللي الاكسجين اللي هياخده، اللي هتاخده كرات الدم الحمراء من الرئتين، هيكون قليل وتوزعه على الانسجه هيكون هو كمان قليل. طب عشان كده بقول لك كلمه كرونيك، خلي بالك هو قال لك ايه؟ كرونيك يعني مزمن برضه يا دكتور. يعني ايه مزمن بقى؟ في عندي الامراض نوعان، اما اكيوت واما كرونيك. كلمة أكيوت يا دكتور يعني حاجة بتحصل عندها، حاجة اسمها بنقول عليها رابيد أونست، يعني حاجة سريعة تحصل وخلصت خلاص، فده مش هيعمل الهايبوكسيا اللي تحفز لي البون مارو إنه يعمل أر بي سيز أكتر، لأنها حاجة سريعة وخلصت.
طب كرونيك بقى يعني مزمن، جايه من كرونو، كلمه كرونو يعني تايم، هل فكرونيك يعني مزمن مطول بقى. حد يقول لك عنده امراض مزمنه يعني مطوله معاه سنه واثنين وثلاثه، مطوله يا دكتور. طب فالمرض المزمن ده على مدار وقت طويل جدا عنده هايبوكسيا، فمش هايبوكسيا جت سريعه كده ومشيت، لا اللي جت سريعه كده ومشيت لو حد مثلا، وانت كتمت نفسك لمده 10 لمده 5 دقائق لمده دقيقه يا سيدي، فبالتالي انت كده عندك هايبوكسيا. حلو، الهايبوكسيا دي تحفز البون مارو ونعمل كرات دم حمراء، لا يعني انت مش لو كتمت نفسك دقيقه هيتم تحفيز نخاع العظام في الدقيقه دي ويعمل كرات دم حمراء، لا ده على مدار فتره طويله انسجتك فيها تعرض مستمر لنقص الاكسجين، بالتالي ده بقى هو اللي يحفز البون مارو انه يعمل لي كرات دم حمراء يا دكتور. طب ده بالنسبه للبوليسايسيميا، تعال نتكلم على حاجه اسمها اوزموتيك فراجيليتي اوف ار بي سيز. ار بي سيز ازاي يحصل لها فراجيليتي، ازاي ممكن تبقى هش اكتر ولو كانت الغشاء بتاعها هش معرض انه بامب يفرقع وبالتالي خلاص تنتهي الار بي سيز لو الغشاء بتاعها فرقع يا دكتور بالشكل ده. ليه يا دكتور بتقول ايه كلمه اوزموتيك بقى؟ كلمة أوزموتيك يعني أو تسمع عن أوزموسيس أو أوزموتيك أو الخاصية الأسموزية. يا دكتور ما هي الخاصية الأسموزية؟ الخاصية الأسموزية ده موضوع طبق الفسيولوجي كده لوحده، لكن خلينا نشرحه بشيء من مبسط خالص. إن يا دكتور الملح بيشد المية، يعني إيه الملح بيشد المية؟ يعني تخيل مثلا كده يا دكتور، أو إن المية بتتحرك من التركيز الأقل في الأملاح إلى التركيز الأعلى في الأملاح. يا دكتور مش فاهم حاجة، ما هو ده نفس معنى كلمة الملح بيشد المية. يعني لو عندي هنا كده يا دكتور 3 جزيئات من الملح، وعندي هنا يا دكتور كده زي ما انت شايف قدامك كده 6 جزيئات من الملح، وفي ميه هنا وفي ميه هنا، الميه هتتحرك من لفين؟ هتتحرك للتركيز الاعلى في الاملاح، او باختصار الملح الاكتر بيشد الميه ناحيته. طب احنا كده يا دكتور فهمنا، بيقول لك ان الار بي سيز، الار بي سيز كرات الدم الحمراء مينتين بتحافظ على النورمال شيب، شكلها الطبيعي اهو، الشكل الطبيعي اللي قدامك ده كده يا دكتور اهو ده الشكل الطبيعي. طب بتحافظ عليه في البلازما يا دكتور، ما احنا اتفقنا ان كرات الدم الحمراء بتسبح في سائل اسمه بلازما الدم، ده نوع متخصص من الكوناكت تيشو البيض زي ما اتفقنا. طب يا دكتور بتحافظ على شكلها الطبيعي في سلوشن في محلول ايزوتونيك. كلمه تونيك، او خلينا نقول كلمه ايزو، انت اتكلمنا فيها قبل كده لما قلت لك ان ايزو، فاكر لما قلنا هنا كانت فين لما قلنا يا دكتور ان ايزوتوزيس ديفرنت سايزز، افتكرتها. حلو، فيا دكتور ايزو يعني متماثل. حلو، ايزوتونيك يعني ايه يا دكتور؟ يعني بص دي كرات الدم الحمراء جنبها كده يا دكتور، كرات الدم الحمراء مثلا هنا دي كرات الدم الحمراء وده سائل البلازما اللي موجود حواليها، سائل البلازما مثلا يا دكتور فيه 3 جزيئات ملح فرضا، وكرات الدم الحمراء فيها 3 جزيئات ملح، فبالتالي يا دكتور الدم بقى الميه، هل الميه تدخل جوه كرات الدم الحمراء ولا تخرج بره كرات الدم الحمراء؟ هو في الواقع يا دكتور الميه بتدخل وتخرج ولكن بنفس المعدل، فبالتالي ما بيحصلش تغيرات ولا كانك سمعت حاجه، تمام؟ ده فيسيولوجي. حلو، الميه يا دكتور هتفضل ايه؟ موجوده جوه كرات الدم الحمراء، لا هتنقص ولا هتزيد. ليه يا دكتور؟ لان تركيز الملح يا دكتور بره كرات الدم الحمراء 3 وجوه كرات الدم الحمراء 3، فالميه هتفضل جوه كرات الدم الحمراء، لا الميه هتدخل لها ولا هتخرج منها، لان تركيز الملح متساوي على الجانبين. عشان كده بيقول لك ان الار بي سيز بتحافظ على شكلها الطبيعي النورمال شيب في البلازما في حاله يا دكتور ان السولوشن محلول البلازما حواليها كان ايزوتونيك، كان يا دكتور متماثل على جانبي كرات الدم الحمراء، سواء في السائل بتاع البلازما او كرات الدم الحمراء المحلول ايزوتونيك يا دكتور، المحلول في نسبه الملح فيه متساويه. طب يا دكتور الايزوتونيك سولوشن ده بيعادل ايه؟ قال لك بيعادل او بي اختصار اوزموتيك بريشر، او الضغط الاسموزي يكون ايه؟ 9 من 10% صلاين. كلمة صلاين يعني ايه يا دكتور؟ يعني صوديوم كلورايد، يعني صوديوم كلوريد الصوديوم. حلو؟ حلو، يعني الملح يا دكتور، يعني الملح باختصار. طب يا دكتور انا استفدت منه ايه؟ لو انت هتدي لحد محلول ملح، هتدي له محلول ملح يا دكتور عشان تعوض مثلا نقص املاح عنده، فلازم تدي له تركيز ده يكون 9 من 10% صلاين، يكون يا دكتور صوديوم كلورايد، كلوريد الصوديوم 9 من 10%. ليه يا دكتور لازم ادي له نفس ده؟ عشان تحافظ على ان البلازما يكون فيها نفس تركيز الملح اللي في الار بي سيز اللي في كرات الدم الحمراء، وبالتالي الميه ما تدخلش جوه كرات الدم الحمراء او تخرج بره كرات الدم الحمراء لو انت اديته تركيز مختلف عن ده، وهنفهم بالتفصيل ده كمان شويه. صح؟ فانا عايز احافظ على الشكل الطبيعي لكرات الدم الحمراء يا دكتور. طب يا دكتور
هو ايه اللي يحصل لو ال RBCs if placed in، هتلاقي حاجتين تحت بعض، لو حطيتها في hypertonic solution او لو حطيتها في hypotonic solution. يعني ايه hyper؟ يعني ايه hypo؟ كلمة hyper يا دكتور اتفقنا يعني عالي، كلمة hypo يعني واطي، يبقى كلمة hyper يعني عالي، hypo يعني واطي. لو حطيتها في solution في محلول ملح يا دكتور hypertonic تركيز الاملاح اللي فيه hyper عالي، او لو حطيتها في محلول ملح تركيز الاملاح اللي فيه hypotonic او واطي. لو حضرتك جالك عيان في الاستقبال وغلطت، بدل ما تديله محلول ملح تركيزه 9/10% صلاين، اديته محلول ملح تركيزه 5/10% صلاين. لو اديته 5/10% كده انت اديته اقل من الطبيعي ولا اكتر من الطبيعي؟ كده اديته hypotonic solution، اديته solution محلول ملحي hypotonic اقل من الطبيعي. طب لو حضرتك اديته محلول ملح بقى 1.6%، ده اكتر من 9/10%، كده انت حطيته محلول ملح hypertonic solution، كده حضرتك حقنته بمحلول الملح ده، كده حضرتك دخليت بلازما الدم بتاعته بقى تركيز الملح فيها اما hypertonic او hypotonic، اما عالي او واطي، ده وفقا للمحلول الملح اللي انت حطيته فيه. لكن الطبيعي انك تديله تركيز محلول الملح بتاعه 9/10% صلاين صوديوم كلورايد، عشان يا دكتور يبقى مماثل لنسبه الاملاح الموجوده في البلازما، نسبه الاملاح الموجوده في كرات الدم الحمراء، فبالتالي يا دكتور ما يحصلش اي مشاكل. وايه المشاكل اللي ممكن تحصل لو انت اديته محلول ملح hypertonic اعلى او hypotonic اقل؟ قال لك لو اديته محلول ملح hypertonic اعلى من العادي ايه اللي هيحصل يا دكتور بقى؟ انا كده كاني حطيت ال RBCs كده يا دكتور اهو في محلول ملح اعلى من العادي، بدل ما كان فيه بره 3 وجوه 3 انا حطيت هنا يا دكتور كده 4 5 6، كده تركيز الملح بيعلى مين؟ بيعلى فين؟ بيعلى بره يا دكتور. واتفقنا ان الملح الاكتر بيشد الميه، او الملح الاكتر ماله بيشد الميه، فالميه ايه؟ تتشد وتروح ناحيه الملح الاكتر اللي هو موجود فين؟ اللي موجود بره كرات الدم الحمراء في سائل بلازما الدم. وكرات الدم الحمراء زي ما هنعرف بتحتوي على نسبه كبيره منها ميه يا دكتور. طب فالميه تخرج بره كرات الدم الحمراء، فلو خرجت براها نتيجه ان حضرتك اديت له hypertonic solution، اديت له محلول ملحي اعلى نسبه الاملاح فيه عاليه hypertonic، فهي دكتور هيكون سائل البلازما اللي موجود حوالين كرات الدم الحمراء محلول الملح فيه تركيزه اعلى يعني اكتر، والملح الاكتر بيشد الميه، يبقى الميه هتخرج بره كرات الدم الحمراء وتروح للسائل البلازما اللي بره، فكرات الدم الحمراء تفقد الميه اللي جواها، فيحصل لها الميه تطلع براها كده يا دكتور، فيحصل لها حاجه اسمها كيرنيشن. كيرنيشن معناها تقزم او انكماش، تنكمش كده. قال لك زي ستريتش زي شرينك، تنكمش يا دكتور، هتنكمش زي ما انت شايف بشكل قدامك ده كده، هتنكمش يا دكتور، تنكمش، الميه طلعت بره هتنكمش شرينك. وشو نوتشز، ويظهر فيها نتوءات، شايف النوتشز النتوءات دي كده يا دكتور، نتيجه ان هي ايه؟ انكمشت، فظهر فيها نتوءات بالشكل ده. طب ممكن ما يحصلش كده، ممكن يحصل هيموليسيس. يا لهوي يا دكتور، عارف يعني لايسيس؟ لايسيس يعني تحلل، هيمو تحلل الدم، تحلل كرات الدم الحمراء. يا لهوي يا دكتور، كرات الدم الحمراء تتحلل لو انت اديته بدل ما تديله 9/10% صلاين. شوف بقى مهم تتعلم ازاي، لو بدل ما تديله 9/10% صلاين اديت له يا دكتور 5/10%، وقعت العيان في كارثه. عملت له ايه؟ عملت له هيموليسيس، كسرت كرات الدم الحمراء بتاعته، حطيتها في hypotonic solution. ايه اللي يحصل بقى يا دكتور لو محلول الملح تركيزه فيه اقل؟ يعني مثلا دكتور دي كرات الدم الحمراء فيها 3، حلو حلو، انت حطيت مثلا وسطي واحد بس، فانت خليت تركيز الملح يا دكتور اقل، عملت كارثه. ايه اللي يحصل بقى؟ الملح الاكتر بيشد الميه، فين هنا الملح الاكتر؟ الملح الاكتر جوه كرات الدم الحمراء، فالميه تروح من البلازما تروح داخله جوه كرات الدم الحمراء، تقعد تدخل جواها الميه، تدخل جواها الميه، تتملي ميه، تتملي تتملي، تتنفخ تتنفخ، بوم بوم بوم، تفرقع يا دكتور، كرات الدم الحمراء تفرقع. ولو فرقعت ايه اللي يحصل بقى؟ زي سويل، تنتفخ، ما انت قاعد تملاها ميه، بيرست، تنفجر، ولو انفجرت يا دكتور ليك هيموجلوبين، الهيموجلوبين اللي جواها يتسرب ويطلع براها لانها انفجرت كده يا دكتور، خلاص انفجرت. طب اهو كده انفجرت يا دكتور. طب the remaining cell membrane، واسمي السيل ميمبرين المتبقي يا دكتور بقى بعد ما انفجرت كده اسميه ايه؟ cell ghost، كلمه ghost يعني شبح، كانه خلاص بقى شبح، خلاص انفجر وما عادش ليه وجود. طب ده بالنسبه يا دكتور الاوزموتيك فراجيليتي واتكلمنا عنها. طب ماذا نعني بقى بالكاونت اوف ار بي سيز؟ لو حبيت اعد الار بي سيز يا دكتور اعدهم ازاي؟ قال لك كاونت ايذر باي،
بعد الار بي سيز بطريقتين. في طريقه قديمه كده يا دكتور ما عادش حد بيستعملها دلوقتي، هيموسايتوميتر. ميتر يعني ايه؟ اعد، يعني تعد في كل منها. سايتو خليه، هيمو الدم، يبقى هيموسايتوميتر الجهاز يا دكتور المسؤول عن ميتر قياس السايتو، عدد الخلايا الموجود في الهيمو الموجود في الدم. او بقى في طريقه حديثه بقى يا دكتور الكترونيك، الكترونيه، كاونتنج انسترومنتس. انسترومنتس الادوات اللي بستعملها في الكاونتنج في العد، ان عد الار بي سيز، ودي طريقه الكترونيك طريقه حديثه. طب تعالى بقى نتكلم يا دكتور عن موضوع مهم، وهو الادابتيشن، التكيف بتاع الار بي سيز. ازاي الار بي سيز بتتكيف وتتاقلم to perform their functions، عشان تؤدي their functions وظائفها يا دكتور. قال لك في حاجه اسمها المود اوف ادابتيشن، او كيفيه تكيف واداء الار بي سيز الى وظيفتها. طب قال لك ده يا دكتور يرجع الى عده اشياء. اول حاجه البلازما لما، فين ايام السيتولوجي لما قلت لك ان لما يعني غشاء، بلازما شرحنا قلنا ان الغشاء بتاع الخليه ممكن ليه اربع اسامي: سيل ميمبرين، بلازما ميمبرين، بلازما لما، ليميتنج ميمبرين. يعني من ضمن اسماء غشاء الخليه كانت بلازما لما، الغشاء البلازمي، لان كلمه لما يعني غشاء. الكلام ده كان بالتفصيل في السيتولوجي. طب غشاء الار بي سي يا دكتور بيكون فلكسيبل، بيكون مرن. وايه فائده انه يكون مرن؟ تو بي سكويزد انسايد نارو كابيلاريز، عشان تقدر كرات الدم الحمراء زي ما قلت لك يا دكتور تقدر تسكويزد، تقدر تعصر نفسها انسايد، داخل النارو كابيلاريز، داخل الاوعيه الدمويه الضيقه. ما يا دكتور تخيل كده لو الار بي سي هتعدي هي ماشيه كده حلو، واضطرت بعد كده تعدي يا دكتور حلو، اضطرت بعد كده تعدي في اللي انا برسمه قدامك ده، شايف ده ايه؟ ده كابيلاري بس اضيق من اللي كانت عدى فيه. يعني يا دكتور كانت ماشيه كده اهو، كرة الدم الحمراء كانت ماشيه كده اهو في ده عادي جدا. طب بعد يا دكتور ما مشيت في ده اهو اضطر بقى قابلها تفرع كده، فاضطرت هتعدي في كابيلاري ضيق، فعشان تعدي فيها هتضطر تعمل ايه؟ هتضطر تعصر نفسها وتعدي منه كده يا دكتور. فيقول لك هي فلكسبل، هي مرنه، عشان تقدر تسكويز تعصر نفسها جوه النارو كابيلاريز، جوه الشعيرات الدمويه الضيقه. هل بس كده؟ ده بيخليها تقدر تعدي. طب يا دكتور هي اصلا بتعدي وتمشي ليه؟ بتعدي وتمشي عشان تقوم بعمليه تبادل الغازات من والى الرئه اللي قعدت اشرح فيها للمره المليون تقريبا. طب يا دكتور الغشاء بتاعها بيكون لايبوبروتين، بيتكون من الدهون والبروتين. طب ايه فايده ده يا دكتور؟ فايده ده انه يخليه هايلي سيلكتيف، يخليه سيلكتيف، بيسلكت على طول، يقدر يعمل عمليه التبادل ويسلكت ويحدد ياخد الاكسجين ويدي ثاني اكسيد الكربون عند الرئتين حلو، ويروح عند الانسجه ياخد منها ثاني اكسيد الكربون ويديها الاكسجين. عمليه يخليه هايلي سيلكتيف يا دكتور، محدد هو يعمل ايه، امتى، امتى يجي عند الرئه ياخد منها الاكسجين يديها ثاني اكسيد الكربون تطلعه في هواء الزفير، يروح عند الانسجه ياخد منها ثاني اكسيد الكربون ويديها الاكسجين عشان تتنفس، وهكذا. ده بيخليه هايلي سيلكتيف يا دكتور. طب فور جاز اكستشينج، عمليه تبادل الغازات. مش بس كده، هنتكلم عن حاجه ثانيه وهي الشيب يا دكتور، شكل الار بي سيز عامه يا دكتور. ايه اللي خلى شكلها يكون باي كونكيف كده يا دكتور؟ اتفقنا وشرحتها لك من الاول خالص ان فايده باي كونكيف اني ازود السيرفيس اريا، ازود مساحه السطح المعرضه لعمليه الجاز اكستشينج، لعمليه تبادل الغازات. لما بصينا في التوب فيو يا دكتور اهو كده، قلت لك ان شايف الهيموجلوبين بيتركز فين؟ جنب غشاء الخليه. اهو ادينا اللي احنا قطعناها وبصينا في السايد، بصينا من الجنب بقى يا دكتور كده انها شكلها باي كونكيف. وقلت لك وقتها لو تفتكر ان لو يا دكتور لو هي موجوده مستقيمه ومش موجوده باي كونكيف اهو. وقلت لك تعالى نشوف كده يا دكتور، سوري، قلت لك تعالى نشوف كده يا دكتور اهو اهو، احكم انت بنفسك مين يا دكتور، مين يا دكتور اطول؟ اكيد لما كانت باي كونكيف هنا هيكون سطحها اطول يا دكتور، فبالتالي انا كده بزود ايه؟ قلتها وعدتها تاني، انا كده يا دكتور بزود مساحه السطح، انا كده يا دكتور بزود السيرفيس اريا الجاز اكستشينج المعرضه لعمليه تبادل الغازات. طب مش بس كده يا دكتور، انا الحواف بتاعتي الار بي سيز كده يا دكتور، الحواف بتاعتها يعني هنا الحافه دي كده والحافه دي كده يا دكتور بتكون راوندد ايدجز، الحواف بتاعتها راوندد دائريه مدوره كده يا دكتور. طب مش كان ممكن الحواف بتاعتها يا دكتور تكون حاده كده اهو، حاده كده اه، بس لو الحواف بتاعتها كانت حاده كده يا دكتور وهي ماشيه هتقطع في الاوعيه الدمويه، ابتدى يحصل نزيف ويحصل مشاكل. لكن من رحمه ربنا ان الحواف بتاعتها مش حاده، الحواف بتاعتها يا دكتور راوندد،
دائريه بالشكل ده، عشان وهي ماشيه تبقى عامله زي المخدات كده يا دكتور، ما تعملش اي مشاكل خالص مع الوعاء الدموي. عندها راوندد ايدجز، بالتالي ده يسهل ايزي باسج في البرانش بلاد فيسل. لو هي جت دلوقتي تعدي في برانش بلاد فيسل، يعني ايه برانش بلاد فيسل؟ اهو وعاء دموي اتفرع كده بالشكل ده. حلو، فده يضمن لها ايزي باسج، يضمن لها باسج مرور ايزي سهل يا دكتور من غير اي مشاكل. لكن لو كان عندها الحافه بتاعتها حاده، لما جت تعدي في حاجه برانش كانت هتقطع فيها يا دكتور بالشكل ده. لكن لما هي عندها الحافه بتاعتها راوندد مش هتعمل تقطيع ولا هتعمل اي حاجه. طب اخر حاجه وهي الكونتنت، المحتوى بتاع الار بي سيز يا دكتور، ما احنا متفقين ما عندهاش لا نيوكلياي، ما عندهاش لا انويه ولا اورجانيلز ولا عضيات. بس تحديدا ده فين؟ ده في الار بي سيز، كرات الدم الحمراء خلاص، اللي هي في المرحله النهائيه اللي بتمشي يا دكتور في الدم. لكن هنعرف يا دكتور، هنعرف قدام ان شاء الله، انها اثناء تكوينها في البون مارو في نخاع العظام كانت بتحتوي على نواه. والا يا دكتور اصلا الهيموجلوبين اتكون ازاي؟ هو الهيموجلوبين اللي كونته النواه بتاعت كرات الدم الحمراء لما كانت في الاول خالص في مراحلها الاولى في البون مارو في نخاع العظام، قعدت تمر بمرحله بعد مرحله بعد مرحله بعد مرحله الى ان وصلت الى الشكل النهائي اللي بيمشي في الاوعيه الدمويه بتاعتنا ده يا دكتور، اللي ما فيهوش غير هيموجلوبين. في ايه يا دكتور؟ في ايه بقى؟ قال لك الكونتنت بتاعته 33% هيموجلوبين، 33% هيموجلوبين، اتفقنا اتش بي اختصار هيموجلوبين. طب 66% H2O يعني ميه. طب 1% انزيمز و1% انزيمات، يبقى محتوياته 33% هيموجلوبين، 66% ميه، 1% انزيمز انزيمات يا دكتور. طب يا دكتور عشان كده اتفقنا ان الميه مهمه، ده لو حصل يا دكتور زي ما اتفقنا هنا في حاجه اسمها اوزموتيك فراجيلتي، عشان كده لو تركيز مهم 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 اديله 9 و10% بس سلاين، ما زودش او اقل عن كده، عشان الميه لو دخلت او طلعت يحصل مشاكل زي ما عرفنا. طب يا دكتور ما عندهاش لا نيوكلياي لا انويه ولا اورجانيلز ولا عضيات، ما عندهاش انويه، بالتالي ما حدش يجي يقول لي ان ار بي سيز كرات الدم الحمراء تقدر تنقسم، هي دو نوت ديفايد، مش تقدر تنقسم. ليه؟ ما عندهاش النواه، والنواه هي المسؤوله عن انقسام الخليه زي ما احنا عارفين، تحديدا السنتريول، مش عايزين ندخل في تفاصيل، المهم ان كل ده ما ينفعش الخليه تنقسم لو ما عندهاش نواه. طب يا دكتور وكمان هي ما عندهاش لا نيوكلياي ولا اورجانيلز عشان تجيف مور سبيس فور هيموجلوبين، انا عايز المساحه بتاعتي يشغلها الهيموجلوبين المسؤول عن عمليه تبادل الغازات، مش عايز يا دكتور اي حاجه تانيه تشغل مساحه عندي، انا مش عايز اي حاجه تانيه تعيقني عن اداء وظيفتي وهي ان انا احمل الغازات. معلش انا هعمل ايه بالنواه؟ انا هعمل ايه بالعضيات؟ انا كل اللي انا عايزه اني اشيل الاكسجين اوديه لكرات اوديه للخلايا، اخد منها ثاني اكسيد الكربون اوديه للرئه عشان يا دكتور تقدر حضرتك تتنفس. طب لو حضرتك تتنفس تاخد الاكسجين اللي بيوصله لانسجتك الدم. طب ماذا بقى يا دكتور عن الانزيمز الانزيمات اللي بتشكل 1% من كرات الدم الحمراء؟ قال لك يا دكتور انا هحمل ايه لكرات الدم الحمراء؟ هحمل الغازات. ايوه الغازات اللي هي ايه؟ الاكسجين الاكسجين والكربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون. حلو جدا، فمحتاج انزيم يمسك لي في الاكسجين ومحتاج انزيم يمسك لي في ثاني اكسيد الكربون. طب قال لك عندي انزيمين، وانا لما اقول لك الانزيمين انت هتستنتج من نفسك مين اللي هيمسك في الاكسجين مين اللي هيمسك في ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون، طب انزيم اسمه هيموجلوبين ريدكتيز، وانزيم تاني اسمه كاربونيك ان هيدريز. مش عليك تفاصيل ازاي بيمسكوا بقى يا دكتور، وازاي الكربونيك ان هيدريز ده بيخلي الكربون دايوكسيد يمسك في ميه يكونوا كربونيك اسيد، ده يا دكتور ويك اسيد ينحل. تفاصيل كتيره في الموضوع ده مش عليك خالص، في الفسيولوجي بقى درستوها، وفي حاجه اسمها كلاريد شيفت فينومينا، تفاصيل كتير. طب المهم يا دكتور احنا بنتكلم هيستولوجي مش فسيولوجي، فالهيموجلوبين ريدكتيز والكربونيك ان هيدريز اسمه كاربونيك، فمن اسمه هيمسك في الكربون دايوكسيد، هيمسك في ثاني اكسيد الكربون، اسمه كاربونيك. طب فالكربون كالكربونيك ان هيدريز هيحمل ثاني اكسيد الكربون، اما الهيموجلوبين ريدكتيز ده هيكومباين ويز اوكسجين، ده هيتحد مع الاكسجين يا دكتور. شفت الموضوع بسيط خالص. طب الحمد لله، هندخل بقى يا دكتور نتكلم عن البليتلتس او الصفائح الدمويه. اكيد سمعتوا في الفسيولوجي عن الصفائح الدمويه ودورها، انها يا دكتور لو الوعاء الدموي بتاع حد او بتاع اي حد ربنا يعافي الجميع اتقطع كده يا دكتور، مين اللي يجي يعمل جلطه عشان يا دكتور
ما يخليش الدم يطلع بره، ما يحصلش نزيف، لان لو الوعاء الدموي اتقطع يحصل نزيف، الدم يطلع بره. فمين اللي يجي يسد كده يا دكتور المكان ده لحد ما الوعاء الدموي يعيد تكوين نفسه ويصل لمرحله الشفاء ويرجع تاني طبيعي يا دكتور؟ البليتليتس او الصفائح الدمويه. طب يا دكتور بسميها اسم تاني مش دقيق قوي، ايه هو الاسم ده؟ ثرومبوسايتس. ثرومبوسايتس السايتس الخلايا اللي بتعمل الثرومبو، اللي بتعمل الثرومبس، اللي بتعمل الجلطه، اللي هي الجلطه دي تعمل كده جلطه كده بتبقى معموله. الجلطه مش حاجه وحشه، الجلطه تبقى حاجه وحشه لو انفصلت، مش وقت ندخل في تفاصيل دلوقتي، لكن الجلطه في حالتها الطبيعيه طول ما هي موجوده في مكانها عشان تمنع الدم تمنع النزيف هي حلوه. لكن لو مشكله يا دكتور لو الجلطه انفصلت ومشيت بقى، مشيت مع الوعاء الدموي، لو مشكله الجلطه ايه؟ لو عدت في وعاء دموي ضيق هتسده، لو سدت البالمونري ارتري، لو سدت او شرايين معينه يا دكتور تعمل حاجه اسمها ثرومبو امبوليزم، تفاصيل كتيره، هتسد شريان كبير او تسد شريان معين حلو، لو سدته امسك بقى يا جدع خلاص كده الشريان ده اتسد، يحصل ساعتها بقى يقول لك ده جاله جلطه ومات. لكن الجلطه في حالتها الطبيعيه هي معموله يا دكتور عشان تقفل المكان ده تمنع النزيف. واهدى على نفسك شويه هفهمك ان شاء الله بالتفصيل كل التوبكس اللي هي ممكن انت ما تكونش فهمتها قوي دلوقتي من كلامي، احنا لسه دي انترودكشن، انا بهيئ لك موضوع البليتلتس، موضوع الثرومبوسايتس، فهمك ليه سايتس يعني خلايا، وهي مش دقيقه قوي كلمه خلايا، هتفهم ليه مش دقيقه قوي كلمه خلايا مش صح اصلا، بس تسميه يعني بنمشيها وبنعديها. ثرومبو عشان هتعمل الثرومبس هتعمل الجلطه. طب انا بفهمك بس الاسامي لسه ما بدأناش. طب يا دكتور الصفائح الدمويه دي بقى جت منين؟ جت منين؟ ليه بنقول عليها صفائح اصلا؟ انك لو بصيت لشكلها كده يا دكتور هتلاقي عامله زي الصفيحه كده. طب دمويه بتمشي في الدم يعني. طب يا دكتور الاوريجين او المنشأ بتاعها ديفلوب فروم، طلعت من او جت من خليه اسمها ميجا كاريو سايت. طب كلمه سايت يعني خليه، كلمه كاريو يعني نواه، كلمه ميجا يعني كبيره، فميجا كاريوسايت يعني الخلية اللي عندها ميجا، عندها الكاريو عندها النواة ميجا بتكون كبيرة. فعلا لو بصيت للخلية دي، دي خلية الميجا كاريوسايت، نتكلم عنها ان شاء الله في اخر الشابتر. بس الخلية دي لو بصيت على النواة بتاعتها كده يا دكتور اهي هتلاقي النواة كبيرة، عشان كده قلنا انها البليتلس طلعت من خلية ذات النواة الكبيرة. طب طلعت منين بقى يا دكتور؟ قال لك الخلية دي بيكون عندها يا دكتور زوائد كده، زوائد بالشكل ده حلو. الزوائد الموجوده في الخليه اللي اسمها ميجا كاريوسايد يا دكتور بيحصل فيها حاجه اسمها ديماركيشنز، او بيحصل فيها زي يعني السيل ميمبرين او الغشاء بتاعها بيدخل لجوه، يدخل لجوه يدخل لجوه، مش مهم قوي، المهم ان شايف انت الحاجات دي كده دي تنفصل منها وتتقطع وتقع، تتقطع وتقع، تتقطع وتقع، تتقطع وتقع، تتقطع وتقع. لما تقع يا دكتور بسميها بليتلتس، هنتكلم عنها بالتفصيل الخليه دي في اخر الشابتر. لكن لحد دلوقتي عشان تكون فاهم يا دكتور ان عندي البليتلتس الصفائح الدمويه جت من الخليه اللي اسمها ميجا كاريوسايت. طب جت منها، نتكلم بقى عن البليتلتس. قال لك دي بتكون سمول صغير اوفال بيضاويه سايتوبلازميك فراجمنتس. فراجمنتس يا دكتور يعني زي فتافيت او قطع، يبقى فراجمنتس يعني فتافيت او قطع يا دكتور. طب الفتافيت او القطع دي جايه منين؟ جايه من السايتوبلازم اهو، مش ده يا دكتور عبارة عن السيتوبلازم بتاعها بتاع الخلية الميجا كاريوسايت، طلع منه زوائد كده، زوائد من السيتوبلازم برضو جت فيها علامات، العلامات دي حدرتها وقطعتها إلى قطع كده، القطع دي انفصلت بالشكل ده وعملت لي البليتلس الصفائح الدموية. يبقى يا دكتور أول حاجة لما أجي أتكلم بالـ LM باللايت مايكروسكوب هقول لك إنها أوفال بيضاوية، نون نيوكليتد فراجمنتس، فراجمنتس قطع، نون نيوكليتد ما فيهاش نواة. ليه ما فيهاش نواه؟ انت فاهم دي جايه اصلا من السيتوبلازم اهو، جايه من السيتوبلازم بتاع خليه ثانيه، فاكيد يا دكتور ما فيهاش نواه، عشان كده قلت لك كلمه سايت مش دقيقه قوي ان اقول عليها خلايا، لان الخلايا يجب ويلزم انها تحتوي على نواه. طب قال لك عندها اثنين زون، بس قبل ما نتكلم عن الاثنين زون اللي عندها يا دكتور هنتكلم عن النمبر والديامتر. الدايمتر بتاعها بقى يا دكتور من 2 ل 4 مايكرومتر. فاكر كرات الدم الحمراء يا دكتور؟ كرات الدم الحمراء كانت يا دكتور مالها؟ كانت من 6 ل 9 مايكرومتر، انا بربط لك الارقام ببعضها. نقص 2 من ال 6 تبقى 4، نقص 2 من ال 4 تبقى 2، يبقى يا دكتور البليتلتس انها نقص 2 ونقص 2 تبقى من 2 ل 4 يا دكتور مايكرومتر. طب
بالنسبة لعددها يا دكتور، موجودة في قد إيه ملي متر مكعب بقى يا دكتور؟ قد إيه ملي متر مكعب؟ الـ RBCs كانت حوالي من 5 مليون يا دكتور، صح؟ طب قال لك بقى البليتس، الصفائح الدمويه، احنا قلنا الدايمتر القطر من 2 ل 4، العدد من 200 الف ل 400 الف، يعني هتزود بس يا دكتور ايه، بدل 2 هتقول 200 الف، بدل 4 هتقول 400 الف في كل ملي متر مكعب من الدم. انا هو بربط لك الارقام كلها مع بعضها بحيث ما تحسش فيها باي صعوبه، هو فاهمها لك كمان مع ان مفيش حاجه في الارقام فاهم، بظبطها لك ببعضها كده ان شاء الله بشويه نمونكس خفيفه تقدرنا تمام. طب ايه هما بقى الاثنين زونز اللي موجودين عند هذه البليتلز كده لما كبرناها هنا يا دكتور وبصينا عليها؟ قال لك يا دكتور انا شفت يا دكتور زون او منطقه موجوده بريفرال زون، بريفرال زون يعني زون موجوده بريفرال، موجوده على الطرف كده يا دكتور، كلمه بريفرال يعني طرفي، يعني موجوده على الاطراف، والزون دي يا دكتور كانت كلير، واضحه كلير، لكن لما ابص في النص كده يا دكتور في السنترال في المركز بتاع البليتلتس بتاع الصفائح الدمويه لقيته يا دكتور دارك غامق جرانيولار محبب فيه حبوب كده يا دكتور. هنعرف كمان شويه ايه هي الحبيبات اللي موجوده في الزون او في المكان ده يا دكتور. يبقى انا عندي مكانين، مكان اوتر بره او بريفرال يا دكتور، ومكان سنترال في المركز او جوه. اللي بره الاوتر ده بيكون بيل، بيكون فاتح، اللي جوه السنترال ده بيكون دارك، بيكون غامق، واظن باين ان اللي بره فاتح لان ما فيهوش حاجه يا دكتور لانه كلير، لكن اللي جوه دارك غامق لانه يا دكتور جرانيولر فيه حبيبات كده. واللي بره الاوتر ده يا دكتور بنقول عليه بيزوفيلك، فلك بيحب البيز، بيحب القاعده اهو زي ما انت شايف لونه بلو، لونه ازرق مش احمر. طب اسميهم ايه يا دكتور بقى؟ قال لك كلمه زون هي اقدر اقول عليها قطعه او مير، فاكرين؟ طب يبقى كلمه مير يا دكتور، كلمه مير، لا احنا لسه ما درسناش السكيليتال ماسل، كنت هقول لكم الساركومير القطعه العضليه، مش مهم. فدكتور كلمه مير يعني قطعه او زون، مش مشكله، الاثنين واحد. طب هيالو يعني كير، هيالو يعني كلير يعني واضح كده، جرانيولو يعني فيه جران يعني جرانيولار يعني فيه حبيبات يا دكتور. فاقدر اسمي الاثنين زونز، واحده هيالومير والثانيه جرانيولومير. طب لكن لما بص بالاي ام يا دكتور، بالمايكروسكوب الالكتروني والريليتد فانكشنز الوظائف المتعلقه بيهم، يعني ابص اول حاجه على السيل ميمبرين، على غشاء الخليه بتاع البليتليتس يا دكتور، على غشاء البليتليتس. طب هل ايه عامل ازاي؟ هل ايه عنده سيل كوت؟ فاكرين السيل كوت معطف الخليه؟ هو نفسه مين؟ الجلايكوكيليكس، صح؟ مش اتفقنا ان السيل كوت وهو الجلايكوكيليكس هو عباره عن طبقه الكربوهيدرات، طبقه السكريات يا دكتور اللي بتكون موجوده حوالين الخليه، صح؟ اللي درسناها بالتفصيل في السيتولوجي، ماشي. قال لك بقى السيل كوت طبقة الكربوهيدرات الموجودة في البليتلس في الصفائح الدموية بتكون ثيك، بتكون سميكة. وليه بتكون سميكة؟ عشان ذات هيلب، ده بيساعد البليتلس الصفائح الدموية، بيساعد البليتلس اجريجيشن او يا دكتور تجمع الصفائح الدموية. وده بسميه بليتلت بلج. عارف يعني ايه بلج؟ بلج دي كده يا دكتور مثلا لما يكون عندك زجاجة بالشكل ده، حلو؟ زجاجة بالشكل ده كده يا دكتور، وتحط فيها حاجة تسدها، سداده كده، حاجه تسد الزجاجه، بسميها بلاج. حلو، فده معنى كلمه بلاج، بليتلت بلاج. يعني ايه بليتلت بلاج بقى يا دكتور؟ ده بعملها عشان استوب بليدنج، اوقف النزيف لو الرعاية ده اتقطع بالشكل ده، محتاج يا دكتور زي سداده كده احطها تسد المكان ده بحيث الدم ما يطلعش منه واوقف النزيف. فبيحصل ايه يا دكتور؟ تيجي البليتلت بقى بالتفاصيل والفايبرين والحاجات دي كلها اللي درستوها بالتفصيل في الفسيولوجي في عمليه الكلوتنج والكلوتنج فاكتورز والحاجات دي كلها، يجي اللي يحصل يا دكتور بقى؟ تيجي البليتلتس وتقول يا دكتور ايه عامله ايه؟ تروح مجمعه كده نفسها وتلزق في بعضها، تلزق في بعضها وتلزق كرات دم حمراء وتحط فايبرين وتلزق حاجات في بعضها بحيث انها في النهايه تعمل الشكل اللي قدامك ده كده يا دكتور، وهو البليتلت بلج او البليتلت اجريجيشن، التجمع من البليتلتس من الصفائح الدمويه اللي هتعمل بلج، هتعمل زي سداده، هدفها ان اوقف الستوب، اوقف البليدنج يا دكتور. عشان كده عندها سيكس الكوت المعطف اللي براها، شايف كده السيل كوت اهو بتاع يا دكتور، اهو السيل كوت اهو، شايف سيك ازاي سميك اهو كده يا دكتور، اهو سميك اهو،
عشان تلزق في بعضها وتوقف لي النزيف. طب ده يا دكتور، وابن احنا خلاص اتكلمنا على السيل ميمبرين وفهمنا بقى ايه الوظيفه بتاعته. طب تعالى نكمل ونبص على الهيالومير بقى. الهيالومير مالها، وفي المقابل الجرانيولومير مالها. تعالى الاول نتكلم على الهيالومير، المنطقه دي كده يا دكتور اللي ما فيهاش جرانيولز. طب ما فيهاش جرانيولز، ما فيهاش حبيبات، فيها ايه يا دكتور؟ قال لك فيها حاجتين. خلينا نتكلم على اول حاجه وهو السيتوسكيلتون، فيها الهيكل بتاع الخليه. وهو يا دكتور اي حاجه عامة لازم يكون ليها هيكل عشان يحافظ على الشكل بتاعها، صح؟ ده منطقي يا دكتور. طب اتفقنا، هيكل الخلية بتتكون من ثلاث حاجات: مايكروتوبيولز، مايكروفيلامنتس، انترميديت فيلامنتس. الكلام ده قلناه بحثا من ايام السيتولوجي. طب يبقى يكون عندي مايكروتوبيولز ومايكروفيلامنتس هنا بقى يا دكتور. والمايكروفيلامنتس احنا عارفين ان هي مين؟ الاكتين. الكلام ده كله من السيتولوجي، ما بنقولش اي حاجه جديده لحد دلوقتي. طب بقى لك المايكروتوبيولز to maintain cell shape، عشان تحافظ على شكل الخلية. اهو بص عليها كده يا دكتور، دي المايكروتوبيولز، دي الانابيب اهو يا دكتور اللي بليه. انا شايف المايكروتوبيولز الانابيب دي كده يا دكتور، اهو موجودة في المنطقة الموجودة اوتر او الموجودة بريفرال، الموجودة طرفية اللي ما فيهاش اي حبيبات. اهي يا دكتور المنطقة الطرفية ما فيهاش خالص اي حبيبات، فيها بس ايه زي ما انت شايف دلوقتي اللي لسه شايفينه، المايكروتوبيولز. هل بس يا دكتور فيها مايكروتوبيولز؟ قال لك لا، فيها كمان المايكروفيلامنتس اللي هي مين يا دكتور؟ خيوط الاكتين. طب ايه فايده خيوط الاكتين يا دكتور؟ بتهلب او بتاكتيفيت البليتلتس تو تشينج ذير شيب، بتساعد ان البليتلتس الصفائح الدمويه تغير من شكلها. تغير من يا دكتور؟ تغير من شكلها. ليه؟ دي خيوط الاكتين يا دكتور. الاكتين دي خيوط لديها القدره، اهي دي خيوط الاكتين الرفيعه اللي انت شايفها قدامك دي كده، لديها القدره على الانقباض. وبالتالي يا دكتور ايه؟ لما تنقبض تساعد ان البليتلت يا دكتور الصفائح الدمويه change their shape، تغير من شكلها. هل بس كده؟ قال لك لا كمان، and aid clot retraction. كلمه clot يعني الجلطه، اللي هي دي يا دكتور، اللي هي دي الجلطه. حلو ماشي. كلمه retraction يعني تراجع او انكماش. يعني ايه تراجع او انكماش يا دكتور؟ ما هي فيها خيوط الاكتين صح؟ خيوط الاكتين هي تخلي البليتلت تنكمش او تنقبض كده يا دكتور. طب لما تنقبض ايه اللي يحصل؟ وانا عملت الجلطه دي ما بين ايه وما بين ايه؟ والله يا دكتور انا عملتها هنا كده بالشكل ده زي ما انت شايف، ما بين حدود البلد فيسل، الوعاء الدموي اللي اتقطعت، اتقطعت من هنا واتقطعت من هنا. طب انا كونت الجلطه دي هل بشكل دائم ولا بشكل مؤقت؟ لحين يا دكتور ما يلتئم الوعاء الدموي ده مع بعضه. اه عايزه يلتئم مع بعضه. فانا طالما عملت الجلطه بالشكل ده خلاص، عايز في المراحل اللي بعد كده زي ما اعتقد درستهم في الفسيولوجي الكلام ده، بس انا بقوله كده بشكل مختصر يعني. طب عايز الحته دي والحته دي يقربوا من بعض، فلما يقربوا من بعض الوعاء الدموي يرجع تاني سليم كأن لم يكن اي شيء. اه عايز الاثنين يا دكتور يقربوا من بعض ويمسكوا في بعض كده، فايه اللي يحصل؟ عايز ان الجلطه لما اتكونت خلاص وخلصت، تبتدي الوعاء الدموي ده يقرب من ده وده يقرب من ده، الاثنين يقربوا من بعض يا دكتور عشان يبتدوا يلحموا تاني. الكلام ده باختصار شديد، يلحموا تاني ويرجع الوعي الدموي لبعض زي ما كان قبل كده. فعايز يحصل ايه؟ الجلطه تنكمش، فلما تنكمش هي ماسكه من هنا وماسكه من هنا، لما تنكمش هتقرب الاثنين دول لبعض، بالتالي اقدر ارجع الوعاء الدموي لطبيعته. طب هل بس السيتوسكيلتون اللي موجود في الهيالونومير اللي بيتكون من الاثنين دول يا دكتور هم المايكروتوبيولز قدامك وخيوط الاكتين الرفيعه؟ قال لك لا مش بس كده، قال لك في ممبرينس شانلز، في شانلز، في قنوات يا دكتور، شانلز. القنوات دي ممبرينس محاطه بغشاء. طب قال لك عندي اثنين، اول حاجه اسمها اوبن كاناليكولار سيستم، سيستم ده نظام، اوبن يعني مفتوح، كاناليكولار يعني بيتكون من قنوات. طب يا دكتور انت ليه بتقول النظام المفتوح اللي بيتكون من قنوات؟ انك لو بصيت عليه يا دكتور هتلاقيه عباره عن انفاجينيشنز في السيل ميمبرين. ازاي انفاجينيشن يا دكتور في السيل ميمبرين؟ قال لك بص اهو كده يا دكتور، مش ده السيل ميمبرين، ده غشاء بتاع البليتلت اهو يا دكتور. ايه اللي حصل فيه؟ حصل انفاجينيشن، دخل لجوه كده، ولما دخل لجوه عمل ايه اللي قدامك دي؟ شانل صح، اهو دخل لجوه كده وعمل شانل، دخل لجوه اهو يا دكتور كده وعمل تشانل، دخل لجوه وعمل تشانل. فهو ده الاوبن كانيكولار سيستم، دخل غشاء الخليه لجوه وعمل تشانل. عشان كده قلت لك انفاجينيشن،
تداخلات لجوه يا دكتور. طب ايه فايده التشانل دي يا دكتور بقى؟ قال لك فايده التشانل دي انها هتريليز، هتطلع سيروتونين، هتطلع ماده السيروتونين. طب وايه الفايده ان البليتلت تطلع ماده السيروتونين يا دكتور؟ قال لك ماده السيروتونين دي درسته في الفسيولوجي انها بتعمل فازو كونستريكشن. كونستريكشن اختصار يعني انقباض، فازو يعني بسل يعني وعاء دموي. يعني ماده السيروتونين اللي هتطلع من الممبرين ده يا دكتور، من القناه دي، هتعمل انقباض في الوعاء الدموي. وايه فايده ان يحصل انقباض في الوعاء الدموي يا دكتور؟ ده انا حصل هنا نزيف، الوعاء الدموي اتقطع، فهل انت عايز كميه الدم اللي تمشي في الوعاء الدموي اللي اتقطع ده تكون كبيره ولا تكون صغيره؟ لا يا دكتور، اكيد انا عايز اقل كميه من الدم تمشي في هذا الوعاء الدموي عشان يتقطع، لان الدم اللي هيمشي هنا هيطلع لبره، فانا عايز اقلل النزيف. فسبحان الله البليتلت بتعمل ايه كمان؟ مش بس بتكفي انها تعمل الجلطه، لا انا عايز على ما اعمل الجلطه كده واكونها اقلل يا دكتور الدم اللي موجود هنا. اقلله ازاي؟ اني اعمل انقباض، فلما اخلي الوعاء الدموي ينقبض الدم اللي موجود هنا اللي يمشي هنا يكون قليل، وبالتالي الدم اللي يطلع بره في النزيف يكون قليل. عشان كده يا دكتور بطلع ايه؟ ماده السيروتونين اللي هتعمل انقباض في الانجرد فيسل، في الوعاء الدموي اللي حصل له انجرد اللي اتقطع. طب في نظام تاني اسمه دنس تيوبولار سيستم. يعني ايه يا دكتور دنس تيوبولار سيستم؟ اهو شايف انت بقى يا دكتور، في عندك هنا تيوبيول انابيب ولكنها دنس. يعني ايه دنس؟ يعني بتبان بالميكروسكوب الالكتروني، لان ده الميكروسكوب الالكتروني اللي ظاهره فيه صوره ابيض واسود كده يا دكتور، بانت دنس، بانت غامقه سودا كده زي ما انت شايف قدامك. طب يا دكتور ده بيحتوي على ايه بقى يا دكتور؟ ده ستور، مخزن يا دكتور للكالسيوم. مخزن لايه؟ مخزن للكالسيوم. طب كويس جدا جدا يا دكتور. طب ده بالنسبه للهيالومير. ماذا عن الجرانيولومير؟ دي بقى المير، المنطقه اللي فيها الجرانيولز اللي فيها الحبيبات اهو في النص زي ما انت شايف، مليانه حبيبات. طب هل بس يا دكتور دي بتحتوي على حبيبات؟ قال لك لا، ده يا دكتور اكيد احنا محتاجين طاقه. اول حاجه محتاجين طاقه، البليت دي بتتحرك وتطلع وتمسك وتقفل، محتاجه طاقه. فقال لك لازم يكون عندها ايه؟ عندها ميتوكوندريا. ليه تمدها بايه يا دكتور؟ بالطاقه. طب عندها ميتوكوندريا، لكن هل الميتوكوندريا الموجوده عندها كتيره ولا قليله؟ يا دكتور دي مش خليه، دي جايه من السيتوبلازم بتاع الخليه اللي اسمها ميجا كاريوسايت. تتوقع الميتوكوندريا اللي فيها تكون كتيره ولا قليله؟ اكيد طبعا يا دكتور تكون فيو، تكون قليله. مش بس كده كمان، طب احنا يا دكتور ميتوكوندريا قليله، طاقه قليله، احنا محتاجين طاقه كتيره. قال لك ربنا هيعوضك، هتلاقي عندك الجلايكوجين كمصدر الانرجي، مصدر كمان للطاقه. عندك مصادر الطاقه ميتوكوندريا قليله مش مكفياني، خد يا عم كمان اهو جلايكوجين كانرجي، كمصدر للانرجي، مصدر للطاقه. طب يا دكتور انت بتكلمني عن تصنيع مواد وتصنيع حاجات وكذا كذا، انا محتاج حد يصنع لي بروتين، السيروتونين، الحاجات دي كلها يا دكتور هي بيدخل في تكوينها البروتينات، فانا محتاج ما يصنع لي هذه البروتينات يا دكتور، وبالتالي محتاج مين اللي هيصنع البروتينات؟ وهو يا دكتور الريبوزوم، يقول انا لها انا لها. حلو، يبقى عندي ثلاث حاجات، عندي ميتوكوندريا قليله مش مكفيه فخدت جلايكوجين كمصدر للانرجي، مصدر للطاقه اضافي، ومحتاج حد يصنع لي البروتينات اللي اتفقنا عليها، فمحتاج الريبوزومز. طب تعالى بقى نتكلم عن الجرانيولز، وعندي 3 تايبس اوف جرانيولز، ثلاث انواع من الجرانيولز من الحبيبات. طب الاولى يا دكتور زي احنا عارفين وفقا للهجاء اليونانيه الفا. طب الفا جرانيولز او دي يا دكتور بطلق عليها لافز السبيسيفيك جرانيولز، او دي يا دكتور الالفا دي الاولى، دي بقى يا طالما دي الحويصلات الجرانيولز الاولى يا دكتور، اكيد اول حويصلات الالفا الاولى يا دكتور اكيد هي اللي فيها الحاجات المتخصصه بتاعت الجلطات، صح؟ الجلطات مثلا يا دكتور محتاج اكيد يا دكتور الجلطات بتحتوي على البليتلس، بتحتوي على كلوتينج فاكتورز، تحتوي على عوامل التجلط، ما هي دي الحبيبات الالفا، الحبيبات الاولى، الحبيبات المتخصصه اللي تحتوي على الحاجات اللي معده خصيصا لاداء وظيفه البليتلتس، لاداء وظيفه الصفائح الدمويه، فمن اسمها؟ اكيد يا دكتور فيها عوامل التجلط وفيها كمان جروث فاكتورز، عوامل نمو، ليه يا دكتور؟
انت عندك دواء دم متقطع، عايز ده ينمو ينمو عشان يلحم تاني، صح؟ طب فانت هتعمل، انت وظيفة الجلطة ايه؟ وظيفتها انها ترجع عارف انت ترجع بيسموها ايه، ترجع المياه لمجاريها او حاجة زي كده. فهي عايزة ترجع الحالة الى الشكل الطبيعي اللي كانت عليه قبل كده. فهتعمل ايه؟ محتاجة عوامل تجلط عشان تكون الجلطة عشان تسد الكلام ده، محتاجة كمان ان الوعاء الدموي ده يخف، فمحتاجة عوامل نمو عشان يخف، ومحتاجة عوامل تجلط. فدول حطيتهم في الحويصلات الأولى الألفا جرانيولز اللي هم سبيسيفيك متخصصين لأداء الوظيفة الخاصة به الصفائح الدموية. طب نيجي بعد كده، قال لك اللي بعدها سميتها دلتا جرانيولز. ولماذا سميتها دلتا؟ لأنها دنس غامقة. طب الدلتا دي بقى يا دكتور هتحتوي على إيه؟ هتحتوي على السيروتونين. طب والسيروتونين لما يعوز يطلع هيطلع عن طريق ايه؟ هيطلع عن طريق الممبرينس تشانلز اللي هي الاوبن كانالكلار سيستم. يا دكتور هل انا محتاج دايما اطلع السيروتونين؟ لا، انا سي شايله يا دكتور، شايله فين؟ شايله في دنس جرانيولز، في حويصلات دنس غامقه لاحتوائها على السيروتونين. لما يا دكتور اعوز ان البليتليست تأدي وظيفتها وتعمل جلطه، ما هو مش دايما الوعاء الدموي بيتقطع، لما تعوز بقى تأدي وظيفتها يا دكتور وتعمل انقباض في الوعاء الدموي، ابقى اخد السيروتونين من جوه الحويصلات دي اطلعه في الاوبن كانليكولار سيستم يا دكتور، ده يطلع بره. بس شايل فيها كذا يا دكتور، الحويصلات دي كمان شايل فيها حاجات تانية، شايل فيها اي تي بي واي دي بي وكالسيوم. اي تي بي واي دي بي دول مصادر من مصادر الطاقه، ما الاي دي بي ده ممكن لو حطيت له مجموعه فوسفيت تانية تحول الى اي تي بي. ما انت عارف ان اي تي بي اختصار ادينوزين تراي فوسفيت، وتراي يعني ثلاثة، يعني الادينوزين اللي ماسك فيه ثلاث مجموعات فوسفيت. اي دي بي اختصار ادينوزين داي فوسفيت، يعني الادينوزين اللي ماسك فيه اثنين داي من الفوسفيت. فممكن احط له مجموعة فوسفيت كمان ويتحول لاي تي بي، والاي تي بي لما بيتكسر بيتحول لاي دي بي، فاهمني؟ فهتلاقي الاثنين مع بعض. طب يا دكتور محتاج برضو الاي تي بي والاي دي بي عشان ايه؟ يساعدوا في عملية البوم، عملية دفع السيروتونين لبره دي يا دكتور، عملية اكتف. حلو. طب وكان محتاج الكالسيوم، محتاج يا دكتور الكالسيوم. طب ثالث جرانيولز وهي اللامدا جرانيولز البي سايلنت، لامدا جرانيولز. طب مش لامدا، لا لامدا جرانيولز البي سايلنت. طب اللامدا جرانيولز يا دكتور عباره عن لايزوزومز، لايزوزومز الكائنات المحلله فور كلوت ريموفال عشان تتخلص من الجلطه افتر هيلينج اوف ذا فيسل، بعد ما الفيسل بعد ما الوعاء الدموي يكون اتم مرحله الهيلينج مرحله الشفاء. يا دكتور ليه محتاج الكلام ده؟ ده الفيسل الوعاء الدموي اللي اتقطع وحصل نزيف وطلعت كرات الدم الحمراء براه كده يا دكتور. طب انا كده زعلان، في كارثه بتحصل دلوقتي. لا ما تقلقش ما تخافش. طب ايه يا دكتور بقى؟ انا حطيت لي عملت ايه؟ عملت الجلطه. طب بعد ما عملت الجلطه خلاص الجلطه قربت من بعضها والوعاء الدموي خف، في كارثه بقى يا دكتور لو الجلطه دي انفصلت كده وما تخلصناش منها. هي خلاص انت يا جلطه اديتي وظيفتك وسدتي لي الدنيا لحد ما خلاص الوعاء الدموي خلاص خف ورجع تاني، حصل هيلينج للابيسل خلاص خف تاني، تم الشفاء على خير الحمد لله. لو الجلطه دي انفصلت وما تمش التخلص منها، ما تمش ريموفال او التحلل ليها يا دكتور بواسطه اللايزوزوم الموجود في اللامدا جرانيولز اللي هو عباره عن لامدا جرانيولز يا دكتور، ها لو ما حصلش كده يا دكتور ايه اللي يحصل؟ الجلطه تنفصل وتمشي في الاوعيه الدمويه، تمشي لحد ما تعدي في وعاء دموي ضيق ما تقدرش تعدي منه تروح سداه، ولو سدت وعاء دموي مشكله مشكله مشكله، لو سدت البلمونري ارتري، لو سدت اي وعاء دموي مهم جدا جدا جدا، لو سدت وعاء دموي في المخ يقول لك ده جاله جلطه ومات، يعني جلطه سدت شريان موجود في المخ قام الراجل مات. فهمت بقى ليه محتاجين اللامدا جرانيولز؟ ليه محتاجين اللايزوزومز؟ عشان تتخلص من الجلطه بعد ما البسر خلاص يكون خف. طب بعد كده بنتكلم حاجه اسمها البيربرا او بسميها ثرومبو سايتو بينيا، بينيا يعني نقص، سايتو يعني خليه، ثرومبو الخليه اللي هتعمل مين يا دكتور؟ ثرومبس الخليه بتعمل الجلطه اللي لسه متكلمين عنها. قلنا ثرومبوسايت او بليتلتس الاثنين نفس حاجه معناهم الصفائح الدمويه او الخليه اللي هتعمل الجلطه اللي هي برضو الصفائح الدمويه. طب في حاجه اسمها بقى بيربرا، يعني ايه بيربرا يا دكتور؟ او ثرومبوسايتوبينيا، بينيا يعني نقص، نقص الصفائح الدمويه. طب هي الاسم يعني ليها بيربرا. طب درست الكلام ده في الفيزيولوجي، لكن يا دكتور بطلق على ايه؟ اتفقنا البليتلس عددها من 200,000 ل 400,000، ده within normal range، ده النسبه الطبيعيه بتاعتها. طب امتى بقى يا دكتور اعتبر ان حصل نقص في عدد الصفائح الدمويه؟ قال لك لو decreased number، لو العدد
قال لي يا دكتور لو عدد البليتلتس قل decreased قل بقى less than بقى أقل من 50,000. يبقى يا دكتور هي في الطبيعي من 200,000 ل 400,000، مش لو العدد بقى أقل من 200,000، لأ لو العدد بقى أقل من 50,000 ساعتها أقول دي بيربرا دي ثرومبوسايتوبينيا، ده كده عدد البليتلتس بقى قليل لو قل عن 50,000 يا دكتور في كل كيوبيك ملي متر. دي الوحدة اللي احنا متفقين عليها لحد دلوقتي، أول ما بدأنا ما استعملناش وحدة غيرها، الملي متر المكعب. ده سبب ايه يا دكتور؟ اما سببين، اما ان المصنع، اول حاجة المصنع اللي بيصنع لي البليتلتس في مشكلة. هو ايه المصنع اللي بيصنع لي البليتلتس يا دكتور؟ هو البون مارو ديبريشن. لو حصل ديبريشن ايقاف وتثبيط للبون مارو النخاع العظام، بالتالي هيقل انتاج صفائح الدموية، يحصل ديكريز في البرودكشن. يا دكتور انا مش فاهم، انت مش قلت لي ان البليتلتس بتيجي من خلايا اسمها الميجا كاريوسايت؟ اه، ما الميجا كاريوسايت جايه منين؟ جايه من البون مارو. يبقى في الاخر المصدر بتاع البليتلتس منين؟ من البون مارو. طب يبقى لو المصنع بتاعها قل يا دكتور، قل التصنيع، او مش بس كده، لو حصل increased في البريك داون، لو زاد التكسير، لو زاد التكسير، يبقى يا دكتور يا اما المصنع اللي بيصنعها قل فقلت كميتها، او لو المصنع بيصنعها بكميه طبيعيه ولكن تكسيرها بعد ما تم تصنيعها زاد، تكسر بكميه كبيره. طب ايه اللي زود تكسيرها؟ قاعد يكسر فيها، يكسر فيها increased breakdown. قال لك الاوتو اميون ديزيز، المرض المناعي، في امراض مناعيه كده بدون الدخول في تفاصيلها بتبقى المناعه بتتجنن وتروح تضرب حاجات من جسمي. ممكن المناعه يا دكتور اتجننت وراحت ضربت كرات وكسرت البليتلتس، كسرت الصفائح الدمويه. طب يا دكتور لو الصفائح الدمويه عددها قل نتيجه اما المصنع انتاجه قل او تكسيرها بره بالجهاز المناعي زاد، فبسميه اوتو اميون. عارف يعني اوتو اميون؟ اميون يعني مناعه، اوتو يعني ذاتيه، يعني مناعتي انا حصل لها ديزيز مرض وبقت بتضرب فيا، بتضرب في البليتلتس، بتموت في الصفائح الدمويه. طب characterized by ده بيتصف بايه يا دكتور بقى؟ prolonged bleeding time. في حاجه اسمها البليدنج تايم، اعتقد اتكلمتوا عنه في الفيسيولوجي، عرفتوا بحسبه ازاي والكلام ده كله، ودرستوه كمان في البراكتيكال في العملي. طب البليدنج تايم ده يا دكتور بقى ليه وقت محدد، يعني المفروض لو حضرتك اتشكيت كده تنزف لمده بعدين تلاقي النزيف وقف، ليك مده معينه في البليدنج تايم. لما جينا نحسب البليدنج تايم ده يا دكتور بقى لقيناه prolonged بيزيد مع الناس اللي عندهم بيربرا او ثرومبوسايتوبينيا، عشان الصفائح الدمويه عددها بقى اقل من 50,000 فعندهم وقت النزيف برونجد بيزيد. طب الصفائح الدمويه عددها قليل، مش بس كده كمان لو حصل له ماينور تروما، تروما يعني خبطه ماينور بسيطه كده يا دكتور، خبطه بسيطه، المفروض بعد الخبطه البسيطه دي لو نزف ينزف بكميه بسيطه، واحد شكيته لو طلع دم نقطتين دم ثلاثه، لكن ده بنلاقيه ايه؟ اكسسيف بليدنج، بليدنج كبير قوي بعد ماينور تروما، بعد خبطه بسيطه. تمام. طب الى هنا يا شباب الحمد لله احنا كده خلصنا جزء الار بي سي، جزء كرات الدم الحمراء بالكامل. ان شاء الله بقى في المحاضرات اللي جايه نتكلم عن كرات الدم البيضاء. تمام كده الحمد لله ليكتشر 1 خلصنا ليكتشر 1. عندكم اي سؤال موجود معاكم في الجروب. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.